بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم في 3-4 مواضيع مهمة جدا. أول موضوع عايز أتكلم معاكم فيه، مش هتكلم على حسين الشحات بس كمان شوية، لكن أول موضوع عايز أتكلم مع حضراتكم فيه، هل النادي الأهلي عندما يتعاقد مع لاعب بيتعاقد مع لاعب علشان يكيد نادي آخر أو يكيد جمهور نادي آخر؟ ده الكلام اللي أنا سامعه من بعض من جمهور بعض من لا يشجع النادي الأهلي. أنا عارف ومتأكد أن جمهور النادي الأهلي لا يفكر بمثل هذا التفكير ولا يفكر بمثل هذا الشكل، ولكن خليني أكون واضح وصريح مع حضراتكم. بعض من لا يشجع النادي الأهلي جايين يقولوا لي إيه؟ تعم إسلام اشتريته إمام عاشور علشان تكيده والله العظيم بالكلمة كده، تكيده نادي الزمالك وجمهوره. أولاً النادي الأهلي لا ينظر لمثل هذه الأمور. النادي الأهلي عندما يتعاقد مع لاعب بناء على احتياجاته، احتياجات خاصة بالنادي، بيتم الاتفاق عليها مع المدير الفني، ثم المدير الفني بيقول أنا عندي رقم واحد، بيعرض عليه بعض الأسماء من المختصين في النادي الأهلي، بيعرض على المدير الفني مثلا في الباك رايت بيعرض عليه 3-4 أسماء، رقم 1 إسلام، رقم 2 محمد، رقم 3 علي، فأنت عايز مين فيهم؟ يقول لهم أنا عايز كذا كذا كذا، يرتب لهم الأسماء، رقم 1 فلان، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا. فالنادي الأهلي والمختصين وإدارة التسويق أو إدارة التعاقدات في النادي الأهلي بتعمل إيه؟ بتروح تدور على رقم 1 ده اللي هم عارضينه ويشوفوا هيقدروا يجيبوه بكام، برقم يتناسب مع النادي الأهلي. ده السيستم اللي بيمشي بيه النادي الأهلي. سيستم اللي بيمشي بيه النادي الأهلي ما بيروحش لمارسيل كولر يقول له أنا جايب لك إمام عاشور عشان أكيد جمهور الزمالك وأكيد نادي الزمالك. هذا الكلام غير حقيقي بجد والله العظيم ثلاثة. هذا الكلام لا ينظر لي داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي ينظر لاحتياجاته الفنية فقط. يعني أنا بقول لحضراتكم معلومة، لو كان حمدي فتحي ممشيش ما كانش إمام عاشور هيجي مثلا. فاللي أنا بقوله لحضرتك، اوعى تخلي حد من بعض من لا يشجع النادي الأهلي ياخدك لهذا التفكير القليل، التفكير اللي فعلا احنا لا ننظر ليه. وبعدين هو أنا اشتريت النادي الأهلي، اشترى إمام عاشور منين؟ اشترى امام عاشور من نادي اسمه ميتلاند الدنماركي. هل كان هناك اتفاق ما بين المهندس عدلي القيعي زي ما بيتقال، يعني المهندس عدلي القيعي وامير توفيق ونادي ميتلاند الدنماركي قعدوا مع بعض وقالوا لهم والنبي مش عارف ايه؟ يا جماعه هذا كلام غير حقيقي. عندما تم عرض الامر على الجميع في موضوع امام عاشور، المدير الفني قال انا عايزه لعيب كويس جدا، وبيني وبينكم فنيا امام عاشور لعيب كويس جدا جدا. هو ده الموضوع. هذه هي طريقه التعاقد وليس طريقه الكيد. احنا مش نادي بينظر انا اكيد النادي اللي قدامي ازاي. عارفين ليه؟ اولا لانه انا عندي فرقه عايز اخليها اقوى فرقه في مصر وفي افريقيا وفي العالم العربي لو اقدر، كله طبعا بتمنه. وأنا في النادي الأهلي الواحد أنا أعلم تماما أنه مثل هذه الأمور لا ينظر ليها من فوق ولا من تحت. لعيب كويس اشتريته، اتعرض بالمبلغ كويس يتناسب مع المبلغ اللي أنا أقدر أدفعه، طريقة الدفع تتناسب مع معايا كنادي أهلي، فبالتالي اشتريته. إمام أو غير إمام، إمام أو غير إمام. الجانب الآخر بياخد الامور يوديها في سكه ان ما تقلقوش، او الجمهور بعض من لا يشجع النادي الاهلي ياخد وقناتهم والكلام ده كله، بيعملوا ايه؟ يقول لك احنا هناخد لعيب من جوه نادي الاهلي، هناخد لعيب من جوه النادي الاهلي. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان النادي الاهلي المفروض، يعني اللي انا افهمه ان الانديه الكبيره افهمه في النادي الاهلي وبقية الأندية يعني، ولكن أنا هنا بتكلم بلسان النادي الأهلي. اللي أنا أفهمه إن مفيش نادي في مصر أو في العالم يقف على لاعب.
هتقول لي اصل ده معناه ان في حد هيمشي من النادي الاهلي. والله العظيم ابدا ما في حد هيمشي، لانه عندما تكون قاعد في قصر وكل حاجه مجابه ليك وكل حاجه معموله لك وكل حاجه حلوه ليك، هل تقدر تسيب القصر ده وتروح تقعد في شقه 100 متر او يمكن اقل من 100 متر كمان؟ اعتقد صعب. فبالتالي انا اللي بتكلمه ده بتكلمه ليه؟ لانه الحقيقه اللي انا شفته والكلام اللي انا بسمعه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي يخليني اقعد اضحك، يخليني اقعد اقول يا جماعه هو في ناس بتصدق الكلام ده بجد؟ والله العظيم هو في ناس بتصدق الكلام ده؟ الكلام اللي بيتقال في منصات كثيره هو كلام الغرض منه فقط شيء واحد، هو ان انا زي ما قلت لكم امبارح، اللي تابع حلقه امبارح في البيت الكبير، الحلقه كانت بدايتها سؤال: كيف تصبح بطل؟ ده رقم واحد. السؤال الثاني: ازاي تعمل ترند او تركب الترند، تعمله وتركبه. فازاي تعمل الترند معروفه، وازاي تاخد الترند وتفضل طالع بيه برضو معروفه ازاي تتعمل. وكيف تكون بطل معروفه برضو، تجيب الناس تقعدهم قدامك ويهزوا راسهم وانت تقول اي كلام في اي بطاطس في اي حاجه والناس كلها تقعد تهز راسها. مظبوط، صحيح، الله ينور الفلان، الله ينور عليك، ده هايل، ده جامد جدا، كل حاجه حلوه، كل حاجه جميله. الدنيا تضرب تقلب، الدنيا تضرب تقلب وكل حاجه فيها بايظه وكل حاجه وحشه وكل حاجه فيها مشاكل، وانا طالع اقول الله على الجمال، الله على الحلاوه، الله على الهائع، على كل حاجه حلوه. فهو ده كيفيه صناعه البطل من خلال اربعه خمسه قاعدين يقعدوا يعملوا لك كده. فاحنا ما بنعملش هذا الكلام. النادي الاهلي مره تانية، ومهم جدا جدا ان انا اوصل الرساله دي، رساله الاحتياجات الفنيه فقط هي من تقود النادي الاهلي للاعبين، او تحكم تعاقدات النادي الاهلي مع بعض اللاعبين فقط لا غير. انا لا انظر لحد من جمهور ايه فين ليه عشان ايه عشان اكيد مين عشان اصله كذا فعمل لي كذا فانا اعمل كذا. عمره ما يعني ما حدش يفكر مثل هذا التفكير داخل النادي الاهلي. انا بس حبيت الاول ابعت الرساله دي مبدئيا كده، لانه انا بسمع كلام كتير اليومين ثلاثه اللي فاتوا. وبرده حاجه تانية في نطاق هذا الامر برده، لو لاعب مشي من النادي الاهلي راح نادي تاني والانديه المنافسه راحت اشتريته من النادي التاني، ما يبقاش خدوه من النادي الاهلي. ما يبقاش خدوه منين؟ من النادي الاهلي. يبقى دي حاجه، لان زي ما قلت لحضراتكم قصر لما يبقى فيه قصر كبير وانا قاعد فيه وكل طلباتي مجابه في شغلي وفي حاجتي وفي حياتي، انا المطلوب مني ان انا ابذل مجهود عشان ابسط الناس اللي بتتفرج عليا او الناس اللي بتنتمي لهذا القصر. فايه اللي يخليني اسيب القصر واروح لشقه 100 متر او اقل عشان اتعب اكتر؟ ومهما اتعب مش هعرف اخد 10% او 20% من البطولات اللي موجوده عندي. فهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. خليني بقى اروح لموضوع برضو عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، لان النهارده عندنا اخبار كتيره جدا، وهيكون معايا ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقه كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش، هنتكلم كلام فني في ختام هذا الموسم. مباراة بكرة النادي الأهلي سيلاقي النادي المصري، ثم في الفقرة الأخيرة تحليل رقمي مع كريم سعيد وأحمد ثابت فيما يخص أيضا هذه المباراة. ولكن خلوني أبدأ بأول خبر النهاردة معنا في هذه الحلقة، والخبر اللي يوري حضرتك يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه اخلاق ومبادئ النادي الاهلي، يعني ايه او كيفيه ان تفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. كابتن سيد عبد الحفيظ استخدم سلطته كمدير للكره وخصم من كابتن حسين الشحات مبلغ مالي. النهارده النادي الاهلي من خلال اجتماع عقده كابتن محمود الخطيب غرم حسين الشحات وطالب بتطوير منظومة التحكيم. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة عقد اجتماعا ظهر اليوم
مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح وعضوية كابتن زكريا ناصف وبحضور كابتن حسام غالي زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. كابتن سيد عبد الحفيظ أيضا مدير الكرة كان موجود. ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلا وموضوعا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول. ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها وقدم موسما متميزا، ولكن هذا لن يكون مبررا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة. لذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه. اشمعنى نصف مليون جنيه؟ دي من عندي، كلمة اشمعنى نصف مليون جنيه دي من عندي. ليه بقى عمل كده؟ لأنه بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه. وتناشد لجنة التخطيط الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة وكذا رابطة الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء ويثيرون الأزمات. ولقد سبق أن طالب النادي الأهلي كثيرا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة لكرة القدم المصرية. للمرة المليون النادي الأهلي بيؤكد بكل احترام على ضرورة الاهتمام بمنظومة التحكيم وحسن إدارتها وتطبيق العدالة على الجميع. وللمرة المليون اتحاد كرة القدم لا يحرك أو لا يتحرك في هذا الأمر. الشباب، أنا هنا هكلم الشباب اللي موجودين معايا في الإعداد قبل ما أكمل التفاصيل. أنا عايز حضراتكم تجيبوا لي ثلاث، بجد أنا بتكلم بجد على فكرة مش بهزر، تجيبوا لي ثلاث صور وتقولوا لي وتحطوا من الثلاث صور اللي هتجيبوها ثلاث صور لأشخاص أجنبيين، يعني مش مصريين، أجانب. ثلاث صور منهم صورة رئيس لجنة الحكام. ونعمل مسابقة. هل في حد يعرف مين هو رئيس لجنة الحكام؟ أو شكل رئيس لجنة الحكام؟ هتقول لي يا عم مش مهم شكل رئيس لجنة الحكام، المهم اللي يعمله رئيس لجنة الحكام. طيب مسابقة تانية. هو رئيس لجنة الحكام الخبير البرتغالي الكبير والعظيم والكذا والكذا بريرا بيعمل حاجة؟ هل حضراتكم شايفين أن هناك تغيير في هذا الأمر؟ طب خليني أقول لحضراتكم موضوع. عارفين أن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز اتغير قبل المباراة بساعات قليلة؟ كان في حكم تاني هو اللي هيحكم هذه المباراة، ولكن تم تغييره. كمان شوية كده هقول لكم على الأسباب، بس خلوني أكمل كلامي. هو فيتور بيريرا فين؟ الخبير الأجنبي اللي بيقبض بالدولار كل شهر. معرفش هو كان عنده مشكلة الأسبوع اللي فات اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها، اللي هي الغرفة اللي في الأوتيل كانوا مانعينه من دخول الأوتيل عشان اتحاد كرة القدم مديون للأوتيل، ولكن حلوا له المشكلة الحمد لله. ولكن من بعد هذا الأمر وحتى الآن الراجل اختفى.
ما شفتش ليه اي حاجه غير حاجه واحده بس، شفته على البحر في اسكندريه. على فكره بتكلم بجد والله، شفته على البحر في اسكندريه في ماتشات الكره الشاطئيه، وحضرتك واخد بالك من الدوري الممتاز؟ حضرتك قلت ان انت مالكش دعوه باي حاجه السنه دي، وسايب اللجنه للمصريين اللي موجودين فيها يعملوا اللي هم عايزينه. طب هو حضرتك في اسكندريه بتعمل ايه؟ بتراضي الحاج محمد ابو الوفا المشرف على الكره الشاطئيه؟ اه والله اهو. طيب حد عارف مين الخبير الاجنبي؟ انا عارف ان انتوا عارفين الحاج عامر حسين، يعني الحاج محمد ابو الوفا شويه. طيب في ثلاثة تانيين، مين فيهم بريرا؟ ها؟ طبعا الكرة الشاطئية ليها احترامها وليها كل حاجة، ولكن الكرة الشاطئية أهم من الدوري الممتاز. ماشي، هتقول لي أصل الدوري خلص، الأهلي خد الدوري والفرق اللي نزلت وكل حاجة. طب هو حضرتك إمتى هتشتغل رئيس للجنة الحكام؟ أنا محتاج حد يجاوبني على النقطة دي بجد، ومحتاج إجابة على هذه النقطة تحديدا علشان أقدر أتكلم. وزي ما قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات، لجنة الحكام كابتن توفيق السيد هو اللي بيدير هذه اللجنة. خلاص هقول لحضراتكم حاجة، على فكرة عايزين تمشوا بريرة مشوه، وهنوفر الدولارات ونخلي كابتن توفيق هو اللي يدير، ونشوف يمكن كابتن توفيق نعرفه ونتكلم معاه. وهو كابتن توفيق نفسه على فكره بيقول للناس اللي حواليه ان هو مدعوم دعم جامد، يعني مش هقول من مين، يا ريت هو يطلع يقول لنا من مين. هل هو من مجلس الاداره الاتحاد ولا دعم منين؟ خلاص يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم كاتحاد كره، يعني حطوا رئيس لجنه حكام ونوفر الدولارات دي كلها. طب اقول لحضراتكم مفاجاه، اتحاد كرة القدم حتى هذه اللحظة لم يدفع فلوس الحكام المتأخرة عن الموسم الماضي اللي هي 28 مليون جنيه مستحقات للحكام. اه والله العظيم، على الرغم من الوعود السابقة من مجلس إدارة الاتحاد، وكنت بتابع مع حضراتكم كل أسبوع أقول لكم يوم الاثنين ما جاش لغاية دلوقتي. أقول لحضراتكم مفاجأة أكبر، اتحاد كرة القدم السنة اللي فاتت كان بياخد 1,100,000 وشوية من كل نادي، وكان بيخصصها للحكام. يعني أنا بروح على النادي الأهلي بقول لهم ادوني 1,100,000 وشوية، 1,160,000 على ما أتذكر، 1,150,000، هنطلع شروط الحاجات دي على الشاشة دلوقتي، 1,150,000 وأهي اتفضل، دي السنة اللي فاتت يسدد كل نادي من أندية القسم الأول 1,150,000، 575,000 تسدد مع القائمة الأولى، و 575,000 تسدد مع القائمة الثانية. طيب المليون 150 هل اتدفعوا من دول بتوع السنة اللي فاتت مرة تانية؟ دول السنة اللي فاتت، دول المفروض 1,150,000 دول اتجمعوا من الأندية مقدماً، يعني دول اتدفعوا مع بداية الموسم اللي فات للأهلي بطله. طيب الموسم اللي جاي هيحصل ايه مع الأندية؟ زودوا 500,000 جنيه أو 600,000 جنيه، وريني يا سمير. دي السنة الجاية اللي هي 2023 2024، زودوا نص مليون جنيه، يسدد كل نادي من أندية القسم الأول 1,750,000 جنيه، كالتالي 875,000 لرابطة أندية القسم الأول مع القائمة الأولى، و 875,000 تسدد لرابطة الأندية القسم الأول مع فترة القيد الثانية. طيب حتى هذه اللحظة أنا كل سنة بدفع الفلوس اللي عليا، السنة دي اتحاد كرة القدم حتى اللحظة اللي أنا واقف فيها مع حضراتكم عليه 28 مليون جنيه، على الرغم من أنه هو خد تقريباً 1,100,000، مش تقريبا، من كل نادي 1,150,000 مقدما علشان يدفعهم للحكام او هم مصاريف للحكام.
ولكن لم يتم دفع هذه الأموال أو هذه النقود حتى الآن. طب الفلوس اللي حضرتك جمعتها دي وديتها فين؟ طيب اللي لسه هتجمعها للموسم الجديد هتعمل فيها ايه؟ وهتروح فين؟ هل هتسدد بيها ال 28 مليون اللي عليك؟ ولا هتبتدي تسدد بيها الجديد؟ هتعمل ايه ولا ايه؟ اتحاد كرة القدم يجب او هو عايز يحل طبعا الأزمة المالية، ولكن ده بيكون وجهة نظري حتى الآن اللي أنا شايفه إن هو على حساب الأندية الناجحة. لأن خد بال حضرتك إن في أندية أخرى ما بتدفعش وما بيعرفش يحصل منها مديونياته، لأن بتبقى شيكات وخلاص، عشان الناس بتزعل مني. وكمان بيقيد لهم اللاعبين عادي، وده بالمناسبة ما بيحصلش إلا في اتحاد كرة القدم إيه؟ المصري بس. يعني اتحاد الكرة هياخد من الأندية المحترمة الملتزمة اللي بتدفع عشان يحل للاتحاد نفسه ويراضي الحكام بجزء من المستحقات المتأخرة. الحقيقة أنا بشوف أن هناك ترهل إداري كبير داخل اتحاد كرة القدم، ومحتاجين حل في هذا الأمر، لأنه أمر صعب جدا جدا جدا. وخلي بال حضراتكم كله في وقته، هفتح مع حضرتك ملف تراخيص الأندية وكيف يمكن أو مين يقدر يدي للنادي ترخيص بأن هو يلعب اتحاد الكورة. طيب إمتى؟ لما يدفع الفلوس اللي عليه، كل الفلوس اللي عليه. نادي جورماهي الكيني لن يشارك في البطولات الإفريقية، لأنه ولا دوري أبطال ولا كونفدرالية بالمناسبة، عنده مشكلة في التراخيص وعليه ديون للمدربين واللاعبين. وبالتالي جورماهيا، اللي ما يعرفش جورماهيا، واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وفي كينيا وفي أفريقيا، عنده شعبية كبيرة في بلده، يعني أهل بلده يعني، وبيشارك في كل البطولات السنة اللي فاتت. عشان كده أنا بقول لحضراتكم، هل اتحاد كرة القدم هيعمل كده؟ معرفش. هل اتحاد كرة القدم هينظر للأمر من هذه الناحية؟ طيب خد الفلوس اللي ليك بره علشان تقدر تكمل اللي عليك، تدفع اللي عليك. عليك 28 مليون جنيه، هتعمل فيهم ايه؟ فموضوع الحكام ده برضو موضوع كبير جدا الحقيقة، وكلام كتير جدا وكل حاجة. حاولوا تجيبوا لي يا شباب كابتن ناصر لو يعني نتكلم معاه في هذا الأمر، ولكن لغاية لما يجي لنا كابتن ناصر عايز أقول لحضراتكم أصحاب الفضيلة اللي بيطلعوا يتكلموا في التليفون في الشاشات وفي الحاجات دي كلها، بيطلعوا يقولوا إيه؟ بيطلعوا يتريقوا على النادي الأهلي. اللي بيطلع يتريق على النادي الأهلي، النادي الأهلي عندما أخطأ لاعبه خصم منه 500,000 جنيه. أنت عمال تقول كل شوية إسلام أصل النادي الأهلي وهي لبانة؟ لا، هي مش مسألة لبانة، هي مسألة كيفية تعليم الأجيال القادمة يعني إيه مبادئ وأخلاق النادي الأهلي. طب لو كان حسين لم يعتذر مثلا، كان هيبقى أعتقد كان هيبقى الرقم ده مضاعف. فهنا النادي الأهلي بينظر إن هو أنا عندي أجيال، أنا عندي محبين، عندي جماهير، عندي حاجات كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا جدا بتشجع النادي الأهلي، فلازم يبقى عندها قيم، أو لازم تتعلم القيم والمبادئ والأخلاق، أو لما حد يجي يسألهم يعني إيه مبادئ وأخلاق النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي، ها؟ نرد عليهم بموقف النادي الأهلي مع حسين الشحات. على فكرة حسين متقبل الأمر لأعلى درجة، لأن هو نفسه مش عارف هو إزاي عمل كده، إزاي قال الكلمتين دول، وإزاي تعامل بهذا الشكل. هو نفسه حسين بيقول ده شيطان، ده كان شيطان موجود. اللي يعرف حسين الشحات يعرف إن فعلا ده كان شيطان، شيطان خلاه يعمل كده. ولكن يجب على الجميع إن هو يشوف النادي الأهلي بيعمل إيه،
وتتعلموا من النادي الاهلي هو بيعمل ايه، علشان هي بيني وبينكم الاخلاق والمبادئ والقيم من المفترض ان انا او ان كل الانديه تتعامل بيها. مش واحد ممكن مثلا، يعني انا هقول مثال، اي مثال والله، مش يعني لا اقصد شيء، ولكن ممكن واحد يرفع الشوز بتاعه او الجذبه بتاعته للناس مثلا ما يتعاقبش، ما يتعاقبش. وممكن واحد تاني يضرب لعيب وما يتعاقبش. ممكن واحد تالت يشتم لعيب في وشه وما يتعاقبش. او ممكن اداري يعمل حركات غير اخلاقيه لجمهور المنافس وما يتعاقبش وتعدي كل حاجه تعدي، ولكن النادي الاهلي لا. عشان كده انا بقول لحضراتكم دايما النادي الاهلي مختلف. قيمه النادي الاهلي في مثل هذه القرارات، قيمه النادي الاهلي في مثل هذه الامور، قيمه النادي الاهلي. خلي بال حضرتك النادي الاهلي اللي عمله ده قيمه لكل الناس. هو بيعمل او بيعلم المجتمع، المجتمع ان لما تغلط يجب ان يكون هناك عقاب ومن داخل بيتك. ما تدافعش عن الغلط، ما تدافعش عن الغلط، ولكن دافع عن ان ما فيش مسطره واحده احنا ماشيين عليها. دافع عن انه واحد بيتشتم ها، وواحد تاني واقف على الخط في نفس الماتش اللي فات اللي تم عقاب فيه حسين الشحات، وواقف على الخط وبيعمل حركات لا اخلاقيه بايده لجمهورنا والجمهور الاهلي ولم يتم عقابه. هذا هو الفارق ما بين ان انا اعلمك ازاي حسين. كان النادي الاهلي ممكن جدا جدا ما يعاقبش حسين، كان ممكن، مش كان ممكن زي ما بنشوف، ولكن لا، الاخلاق والمبادئ هي اللي تخليني اعمل كده. خلينا نروح لكابتن حسين، كابتن حسين شحاته انا اسف، كابتن ناصر عباس الخبير والمحاضر التحكيمي. يا كابتن ناصر ازي حضرتك يا كابتن؟ تحياتي كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن ناصر، في بدايه الموسم السابق النادي او اتحاد كره القدم خد من كل نادي 1,150,000 جنيه بناء على اللائحه اللي كانت موجوده قدامنا او الشروط القيد بتاعه السنه اللي فاتت وبتاعه السنه دي. السنه دي زادت 500,000. طيب حتى هذه اللحظه واللي انا اعرفه ان 90% من الانديه دفعت الفلوس دي 1,150,000. لماذا تتاخر المستحقات على الحكام حتى الان؟ 28 مليون جنيه حتى هذه اللحظه اللي انا وحضرتك بنتكلم فيها. تمام يا كابتن اسلام، زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا كابتن اسلام واتكلمنا في الموضوع دوت، قلنا ان الانديه بتدفع الفلوس مسبقا للاتحاد الكره وهي خاصه بمستحقات الحكام في بدايه كل موسم. والمفترض ان انا هذه المبالغ بتخش داخل لجنه الحكام عشان خاطر تاخد مستحقات الحكام، والحكام تاخدها في نفس الميعاد او على الاقل في نفس الشهر اللي هو الحكم بيلعب فيه، او على الاقل في نفس السنه، او في نفس السنه. ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا النهارده هذه المبالغ تم تحصيلها في بدايه الموسم، حتى هذه اللحظه الحكام لم تتقاضى مستحقاتها عن الموسم اللي هو يعتبر انتهى. واحنا النهارده بنتكلم في موسم جديد يا كابتن، بنتكلم في موسم جديد للاسف، والحكام ما خدتش فلوسها. دي مشكله طبعا انا اتمنى ان هي يعني. طيب يا كابتن معلش انا قلت معلومه يعني برضو حضرتك اكد او انفي او قول لي، ما اعرفش، هل 90% من الانديه بالفعل زي ما انا سمعت دفعت؟ كابتن اسلام، هي الانديه بتدفع زي ما قلت لحضرتك ان كل المبالغ اللي هي خاصه بالتحكيم الانديه بتدفعها زي ما قلت لحضرتك مسبقا لاتحاد كره القدم. لا ما هو ممكن يعني ممكن يكون النادي اصله يعني اذا كانت مع القيد زي ما هو مكتوب في شروط القيد، لكن في انديه، طب ما في انديه عليها مديونيات كبيره جدا وتأيد لها لعيبه عادي جدا. لكن المعلومه اللي عندي ان 95% من الانديه دفعت. كابتن انا برضك انا بتكلم في عنصر التحكيم، انا كحكم انا ماليش علاقه بكل الكلام ده، انا ليه علاقه ان انا بشتغل المفترض ان انا اقبض مستحقاتي على الاقل على الاقل كل شهر او كل شهرين. طب الانديه دفعت او ما دفعتش، هو اتحاد الكره مسؤول يا كابتن، مسؤول عن الكلام ده، وايضا هو مسؤول عن الحكام، لان ما ينفعش ابدا ان الحكام لحد دلوقتي ما تاخدش مستحقاتها
واحنا بنتكلم النهارده في بدايه موسم جديد يا كابتن اسلام. طب الحل ايه يا كابتن ناصر؟ لا هو الحل يا كابتن انا بقول اهو، خلي الانديه يعني الاول النظام كان ازاي يا كابتن اسلام؟ ان الحكم بعد انتهاء المباراه بيجي المدير الاداري بتاع الفريق اللي هو صاحب الملعب بيعمل ايصال، بيسلم الحكام مستحقاتهم بعد المباراه مباشره. بعد المباراه مباشره، خلي بالك يا كابتن اسلام الكلام ده بيحصل كمان مع حكام افريقيا. فما فيش ما يمنع من فضلك رجع تاني النظام دوت. وبعدين لو انت بتتكلم على الشفافيه ان في بعض الحكام مثلا بتاخد مستحقات مواصلات زياده او كده، لا هذا الايصال اللي هو الحكم بيمضي عليه بمستحقاته بعد انتهاء المباراه بيرفق بيه التقرير وبيبعته اتحاد الكره بيقول لهم ان انا هدي مستحقاتي خدتها من النادي، وبالتالي انت كده ريحت الدنيا كلها يا كابتن اسلام. خلي الحكام تتقاضى مستحقاتها من الانديه مباشره، دي مفيش فيها مشكله. ده الحل الوحيد اللي احنا بقالنا اكتر من 3 سنين في هذه المشكله يا كابتن اسلام. انت بتتكلم على مسابقه الدوري الممتاز، الممتاز به القسم الثالث والرابع ومباراه بطولات الجمهوريه وبطوله الناشئين والشباب. عدد كبير من الحكام وعدد كبير من المسابقات. بالظبط كده كده. طيب هل حضرتك عندك معلومه ان من الممكن ان يحدث انفراجه ولو مهما كانت يعني حتى لو بربع الفلوس خلال الفتره القادمه؟ لا انا عشان اكون صريح معاك كابتن، احنا حتى كنا نامل ان هو كان في ميعاد يوم الاثنين، يوم الاثنين واللي مش عايز يجي الاثنين اللي مش عايز يجي ده. بالظبط كده، وكان تم تحديد هذا الميعاد لان الحكام تاخد مستحقاتها، وللاسف يوم الاثنين مفيش اي يعني مردود حصل من اتحاد الكره تجاه المستحقات اللي هي خاصه بالحكام. طيب انا بشكرك يا كابتن ناصر على وجودك معانا، شكرا جزيلا. كابتن ناصر عباس الخبير والمحاضر التحكيمي. انا الحقيقه لا اجد غضاضه في ان انا اتكلم في مثل هذه الامور، لانه الحكام ضلع كبير جدا من اضلع كره القدم المصريه، وبالتالي يجب ان يكون او لازم الحكام دي تاخد حقها، لازم تاخد فلوسها، لازم تاخد فلوسها في اقرب وقت ممكن، خصوصا الانديه ما لهاش علاقه، الانديه دفعت الفلوس دي، الانديه دفعت الفلوس اللي عليها. عايز اقول لحضراتكم برضو ان النهارده الاهلي بيواجه او سيواجه الفائز من بطلاي زنجبار واثيوبيا في دور ال 32. ان شاء الله ربنا يكرمنا وفي دور ال 32 سنواجه الفائز من فريقي كي ام بطل زنجبار وفريق سان جورج بطل اثيوبيا في دور ال 32 من النسخه الجديده لبطوله دوري الابطال الافريقي. هذه المباراه او هذه من المقرر ان تقام هذه المنافسات اولا في دور التمهيدي يوم في دور ال 64 احنا مش موجودين فيه، ده هيتلعب في اول اغسطس، فيما تقام مباراه الذهاب في دور ال 32 ايام 15 و16 و17 احد ايام 15 و16 و17 سبتمبر والاياب 29 و30 و1 اكتوبر. بمناسبه افريقيا عايز اتكلم مع حضراتكم كلمتين ممكن يكونوا قاسيين شويه مش على الاهلي ولكن على بقيه الانديه، بس لما حد يكون بيحلم ويصحى من النوم عادي، لكن انك تحلم وتعيش في الحلم وتنسى الواقع بتاعك هنا لازم اقول لك، ولازم اقول لك يعني قوم وقف وانت بتكلمني هفوقك وهقول لك ان التاريخ بيتكتب بالعمل والانجاز واللوائح والقوانين. التاريخ مش بيتكتب باليفط، التاريخ مش بيتكتب باليفط، التاريخ اتكتب في جوهانسبرج من 22 سنة أو يمكن أكتر لما نادي الأهلي توج بلقب نادي القرن الإفريقي عن جدارة واستحقاق وفقا للوائح اللي تم وضعها سنة 94. تحب أفوقك أكتر وأصدمك بالواقع اللي أنت بتحاول إن أنت تهرب منه وتضحك وبص العصفورة فشل في فشل في فشل في فشل، فبص العصفورة اشغلهم. تعال معايا أوريك ترتيب نقاط الأندية في القرن بلاش العشرين الواحد وعشرين حتى هذه اللحظة. مش إسلام، الأهلي 111 نقطة. طيب التاني اللي بعد الأهلي مين؟ نادي مين؟ العظيم نادي الترجي التونسي
هل هو 110؟ هل هو 100؟ هل هو 90؟ لا. الترجي التونسي اللي هو تاني الانديه بعد النادي الاهلي حصولا على النقاط 67 نقطه. اه والله العظيم. طب مازيمبي اللي هو الثالث، مازيمبي كونغولي، 63 نقطة ونص. طيب الثالث أو الرابع النجم الساحلي التونسي، أحد أكبر وأهم الأندية الإفريقية، زيه زي الترجي زي مازيمبي، 58 نقطة. الوداد المغربي، واحد من أعظم الأندية المغربية أو أعظم الأندية الإفريقية، 49 نقطة وهو في المركز الخامس. مين رقم ستة؟ الزمالك، نادي الزمالك المصري، نادي الزمالك الكبير والعريق، 40 نقطة، 40 نقطة. الأهلي كام؟ 111 نقطة. طيب السابع الرجاء، 40 نقطة. تامن سان داونز، اللي قالوا عليه السنة اللي فاتت وقت ما كسب الأهلي 5-2، قالوا إن سان داونز ده الناس كلها يجب أن تتبع سان داونز وتشوفوا اللي بيعملوا سان داونز علشان نحتذي بسان داونز. سان داونز فريق كبير وعالمي ويعني وحاجة في أفريقيا كبيرة جدا جدا، ولكن أنا كنت بشوف إن الكلام كان كتير قوي على هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدا، لأنه طبعا كسب أعظم الفرق اللي هو النادي الأهلي. تخيلوا حضراتكم نادي سان داونز 33 نقطة، يعني النادي الأهلي أربع أضعاف سان داونز تقريبا أو ثلاث أضعاف سان داونز. الصفاقسي التونسي 31 نقطة، ثم أنيمبا النيجيري 31 نقطة في المركز العاشر. يبقى الأهلي متصدر ب 111 نقطة بفارق 44 نقطة عن الوصيف اللي هو نادي الترجي، وبفارق 71 نقطة عن أقرب المنافسين من مصر اللي هو نادي الزمالك. عارفين حضراتكم الفرق في إيه؟ الفرق إن النادي الأهلي بيشتغل بيسعى ان هو يكون نادي القرن في نهايه ال 100 سنه اللي احنا موجودين فيهم دلوقتي. مش هنكون احنا موجودين بالمناسبه، هيكون اكيد اجيال جت وعدت علينا. ولكن النادي الاهلي ما بيشتغلش الا عشان اسمه وتاريخه ومكانته وجماهيره، اللي هو اصلا ما فيش ولا واحد من اللي موجودين دول هيكون ساعتها مننا كلنا موجود، لكن كله بيشتغل من اجل النادي الاهلي، كابتن خطيب ومجلس ادارته، لاسم وتاريخ وحاضر ومستقبل النادي الاهلي، مش عشان اللقطه. انت لما يكون هدفك اللقطه بالمناسبه ممكن النور يقطع فمش هتاخدها، مش هتعرف تاخد اللقطه، ممكن الكاميرا تبوظ فمش هتعرف تاخد اللقطه، لكن لما يكون هدفك ان انت تشتغل عشان ناديك هتفضل دايما منور، هتفضل أخلاقك وإخلاصك في العمل هما مفتاح نجاحك، هتفضل الناس تحترمك وكل ما تشوفك تقف تتصور معاك. كلام صعب صح، أما الحقيقة لأنها حقيقة فالحقيقة دايما بتوجع، بتوجع اللي بيقعد يكذب وعايش في الكذب، بتوجع للي بيدور على البطولات ولكن الوهمية، اللي بيدور على بطولات على سوشيال ميديا، اللي بيدور على بطولات على يوفط، اللي بيدور على بطولات في حتة تانية، لكن ما بتبقاش صعب على اللي بيدور على بطولات في الملعب. فعشان كده النادي الأهلي لا يفكر إلا في الملعب فقط، أو الملعب ده بقى كورة سلة طايرة أي حاجة. عموما أنا عارف شايفك وأنت واقف قدامي أهو وأنا بكلمك، وتعرف إن الكلام اللي أنا بقوله ده هو الكلام الصحيح، الكلام الحقيقي، الكلام اللي ما بيضحكش بيه على حد، الكلام اللي المفروض كل جمهور النادي الأهلي بيتكلم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. كلنا ورا نادينا وهنفضل وراه
واعمل اللي انت عايزه واضحك على ناسك زي ما انت عايز، ولكن هيجي يوم او هو معروف اليوم او معروف ان انت هتفضل تضحك 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 على الناس لغايه ما يجي اليوم وتقع، هتقع على دماغك وساعتها هتبقى عندك مشكله كبيره جدا جدا جدا. عموما كفايه كده النهارده، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الاهلي. النادي الاهلي وتكريس عقده نادي القرن في افريقيا لجميع المنافسين. كابتن محمد معروف سيكون حكما لمباراه المصري والاهلي من خلال اسناد لجنه الحكام اللي هي برئاسه طبعا فيتور بريرا. يعني معلش يعني الاسم لازم نتلخبط فيه لانه ما بنشوفوش كتير، ما بنسمعش اسمه كتير، فلازم نفضل كده نتلخبط. مباراه المصري هيحكمها كابتن محمد معروف في هذه المباراه المقرر ليها في تمام الساعه 8:30 والمؤجله من الجوله ال 30، اخر مباراه للنادي الاهلي في الدوري العام المصري. يعاون كابتن محمد معروف كل من احمد نوفل، كابتن احمد نوفل ومحمود كثير واحمد ناجي وكابتن محمود بسيوني فار وكابتن اسامه السيد مساعد حكم فيديو. المنتخب الاولمبي يتلقى عرضا لمواجهه البرازيل وباراغواي وديا، وكابتن ايمن الرمادي مدير فني للظفر. كابتن ايمن الرمادي عمل انجاز كبير قوي، او عمل رقم غريب بالنسبه لي الحقيقه. نزل مع اسوان يوم السبت، الجمعه اللي بعديها كان بيلعب او كان مديرا فنيا لنادي سيراميكا كليوباترا وخد معاه كاس الرابطه، ثم تاني يوم او النهارده اصبح مديرا فنيا لنادي الظفره الاماراتي. روي فيتوريا بيطمئن على ترتيبات منتخب مصر لمعسكر سبتمبر. طيب بما اننا بنتكلم عن او هنتكلم اكتر عن مباراه النادي الاهلي والنادي المصري المقامه غدا في تمام الساعه 8:30 وكلام فني عن نهايه الموسم، خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل الكباتن الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام، او كابتن ماهر همام الاول طبعا ثم كابتن محمد حشيش، وهنتكلم اكتر عن المباراه وعن النواحي الفنيه لهذه المباراه بعد الفاصل. كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ شرف ومنور. ايضا كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ كابتن اسلام ازيك؟ شرفين ومنورين. كابتن ماهر كابتن حشيش، في مثل هذا التوقيت دائما بنكون مع حضراتكم نعرف رؤيتكم الفنيه لنهايه موسم مباراه بكره طبعا مباراه المصري واللي هيلعب فيها النادي المصري ضد النادي الاهلي، ثم رؤيتك الفنيه بقى كابتن ماهر لنهايه هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بكابتن حشيش اللي بقالي فتره ما شفتوش. عايز اقول لك اسلام ان يعني المنظومه ككل بصراحه اشتغلت الموسم ده شغل احترافي على اعلى مستوى بصراحه. يعني لو هناخد ضلع ضلع، هنتكلم مثلا على الضلع الاولاني مجلس اداره النادي الاهلي، لجنه التخطيط كابتن محمود الخطيب. كان مهم جدا ان احنا نختار مدير فني هيد كوتش، مدير فني يكون على اعلى مستوى، مدير فني يكون هو بتاع المرحله دي. ايوه. وربنا سبحانه وتعالى وفقنا بشكل كبير جدا في اختيار هذا الرجل مستر فايلر. نعم. وشفنا مستر كولر. اسف. اخوات هما الاثنين نفس المدرسه. نفس المدرسه صحيح. وسبحان الله يعني الراجل كمان لما اختير الراجل لبى بشكل كبير جدا، وشفنا حماسه من بدايه مشوار توليته للمهمه. نزل يتعرف على المؤسسه واللعيبه والجهاز الفني والاداري والتقرير، التقرير الاداري والتقرير الطبي والتقرير الفني على اللاعبين، وبدا يحط الاستراتيجيه بتاعته في ازاي يقدر ينقل النادي الاهلي للعالميه، ويقدر ينقل النادي الاهلي للبطولات اللي احنا افتقدناها. أيوة. خلال السنتين الماضيتين. الراجل اشتغل بصراحه وحط سيستم وحط نظام واستراتيجيه بشكل كبير جدا فنيه واداريه مع كابتن سيد وسامي. ومن البدايه انت عارف اسلام بيبقى حكم جماهير النادي الاهلي على المدرب من بدايه توليته المهمه. الراجل من بدايته كان عنده طبعا لقاءين صعبين جدا بطل تونس في الملف الافريقي، وقدر ان هو الراجل الحمد لله يتخطاها ويكسب المباريتين.
وبعد كده تولد بقى في الدوري العام، بدا يكسب مباراه والثانيه والثالثه لحد ما جت مباراه الزمالك والاهلي السوبر قطبي الكره المصريه. ايوه المباراه دي يا اسلام بيبقى فيها حكم كبير جدا على المدرب من خلال ادائه ومن خلال النتيجه. الراجل ربنا وفقه كسب الزمالك وكسب السوبر، من هنا تقدر تقول جماهير النادي الاهلي يعني حطت الختم. الطمأنينة ان الراجل ده هيبقى ان شاء الله باذن الله واحنا معاه هيعمل لنا موسم من افضل المواسم اللي شافها النادي الاهلي في تاريخه من 1907 الى يومنا هذا. محدش حقق اسلام خمس بطولات في معدل 8 اشهر غير مستر كولر. عايز اقول لك كمان الحب المتبادل اللي بيني وبين اللعيبه، الشخصيه اللي فرضها على اللعيبه، والامانه اللي كان بيشتغل من خلالها في حته الشفافيه والعداله في التوزيع، ادى كل اللعيبه حقها. عشان كده اللعيبه الحمد لله قدرت تعمل لنا نتاج يعني محسوب للتاريخ ومحسوب لهؤلاء اللعيبه المحترمين. طيب كابتن حشيش، برضو اعرف وجهه نظرك في نهايه هذا الموسم، بعد كده بنتكلم عن ماتش المصري. موسم استثنائي للنادي الاهلي، موسم مميز جدا للنادي الاهلي. بعد ظلم باين خلال الموسم اللي فات في حاجات كتيره جدا جدا على المستوى الافريقي والمستوى المحلي، قدر النادي الاهلي يعود بقوه كبيره جدا جدا في كل حاجه. يعني زي ما الكابتن ماهر قال، بدايه من اختيار جهاز فني على اعلى مستوى يقود الموسم ده، لعيبه، اختيارات لعيبه، تدعيمات كتيره للنادي الاهلي، اداء مميز في بطوله افريقيا بعد التعثر البسيط في دوري المجموعات في افريقيا، قدر النادي الاهلي ينطلق، وكانت من هنا هي الشراره او البدايه القويه للنادي الاهلي كنتائج وكاداء. حقق فيها النادي الاهلي خمس بطولات، قدر في البطوله المحليه 32 مباراه بلا هزيمه. انا ما اعتبرش المباراه الاخيرانيه دي هزيمه، لان انت بتتكلم على المباريات اللي هي في البطوله، المباريات اللي خلاص بعد ما البطوله اتحسمت دي بتبقى تحصيل حاصل. يعني كان ممكن النادي الاهلي يلعب بالناشئين بالصف الثاني بالصف الثالث، ما كانش فارق. وانا يعني بتكلم مع الناس اللي كانت زعلانه ان النادي الاهلي خسر المباراه اللي فاتت بتاع بيراميدز، انا كنت متوقع هذا لان ده وضع طبيعي، بطوله انتهت، ناس خلصت الموسم كله ببطولات كثيره جدا جدا، اي حاجه في الدنيا كابتن حالة اسلام، حاله الزهق والملل وحضراتكم واحنا كلنا عدينا بيها، اي حاجه بي. كابتن اسلام في الدنيا لو ما فيهاش الدافع خلاص ما بتقدرش تعمل حاجه. صحيح. لو انت ما بتحبش الشغل بتاعك وعايز تعمل حاجه فيه وعندك الدافع انك توصل فيه مش هتوصل. هو ده كان وضع المباراه اللي فاتت بتاع بيراميدز. النادي الاهلي لعيبه منهكه، لعيبه عملت كل شيء هذا الموسم. صحيح. اداء وبطولات واهداف وارقام كثيره جدا جدا، بتلعب مباراه تحصيل حاصل مؤجله من اخر الدنيا، الموضوع انتهى. في المقابل فرقه ثانيه الوصيف بالنسبه لها المباراه بطوله انها تنهي موسم بمكسب للنادي الاهلي، فكانوا نازلين فرق في الدوافع غير عادي، مع توفيق طبعا اللي حصل داخل المباراه. كل ده طبعا يعدي، وبرده مباراه بكره هي تحصيل حاصل برده. عشان عارف انا بكره يعني بعد ما عرفنا ان في عدد كبير من اللاعبين سيكون خارج المباراه، وجهه نظري برده انا لو انا مكان وهو عملها موسيميني قبل كده، لو انا مكان كولر اقعد في المدرجات واخلي المساعد بتاعي او بالزبط. كابتن سامي اللي هو جمبيرلي اي حد فيهم، وجهه نظري على فكره وجهه نظر يعني تحترم، لان هي برضو انت عارف دايما الفرجه من فوق غير تحت. لا وبعدين انا موجود بالظبط، انا يعني انا موجود وبتفرج عليكم. صحيح. شايفكم. صحيح كل حاجه، ولكن انا في نفس الوقت سايب الموضوع لوجهه نظر يعني بسيطه. يعني عايز اقول لك المؤاخذة حشيش، تسب الايام منح ايامنا احنا 95 عمل كده بالظبط، موسيماني عمل كده يعني. وفعلا هو الراجل طلع في المدرج قعد فوق اسلام زي ما انت قلت. لا موسيماني قعد على الدكه يعني، سوبل قعد فوق ما بيقومش مستر سوبل قعد فوق وانا درت المباراه يعني. والله فبرضك من ضمن الافكار الاجانب بيفكروا فيها بشكل كبير يعني. كمان رائحه اللعيبه زي ما انت قلت، يعني اللعيبه احنا بالنادي بقى لنا يمكن خمس مباريات كابتن اسلام حشيش، ان احنا فكره كانت راحه اللعيبه اللي فرقت معانا
كنا نتمنى خلال الخمس مباريات اللي فاتوا دول يبقى كلنا كنا بننظر لهذا الموضوع يا كابتن حشيش، ولكن في النهايه احنا وثقنا في هذا الرجل كجمهور بقى مش كمحللين وفنيين، احنا وثقنا في هذا الرجل، الراجل ده جاب لنا 5 من 5 وبالتالي هو له مطلق الحريه في اختيار ما فيه طبعا. ولا زلنا بنثق فيه، واحد جايب لك 5 من 5. ولو تفتكر يا كابتن اسلام الحلقه الاخيره اللي قبل ماتش المقاولين لما كنت بتسالني سؤال بتقول لي تحب او تفتكر ان هو يلعب بالاساسيين عشان يحقق ارقام بعدم الهزيمه ولا يشوف صحيح ناس جداد؟ قلت لك لا، المنصر لازم يشوف ناس جديده، لان لما يشوف ناس جديده الناس اللي هتقعد والناس اللي هتمشي والناس اللي هتطلع اعاره والكلام ده اهم من انك تحقق. انا مع حضرتك على فكره، وكمان مين حتى قلت بنفس التعبير، مين اللي قال ان الفرقه دي او الصغيرين او الصف الثاني مش هيكسبوا؟ فعلا كسبوا. فهو برضه هي كل واحد بيبقى له مدرسه وتفكير، هو فكر في المباراه اللي فاتت انه يريح بعض الافراد ويمكن رايح خط كامل اللي هو خط الفيرود، وكان في طبعا الاطراف النادي الاهلي متغيره تماما، ممكن ده اللي اثر مع الاداء، مع زي ما بقول لك حته الدافع، انت نازل بتقابل واحد متحفز ليك بشكل غير طبيعي كانه مثلا نهائي كاس. طب ما انت كسبت بيراميدز اكتر من مره خلال الموسم ده وكسبته في بطولات كبيره يا كابتن ماهر، انت كسبت صح، فلما تيجي مباراه تحصيل حاصل وتخسر فيها ده طبيعي جدا جدا، وكل الفرق العالميه ودوري انجلترا بتشوف بعد ما الناس بتحسب، ولو ان الدوري هناك بتحسب في اخر لحظه، انما الخساره وارده يعني. انما مجمل انتصارات طبعا النادي الاهلي كلنا بنفخر بيها. الفتره اللي جايه كمان حساسه جدا جدا، لان انت عندك برضو بطولات كتيره ويمكن بطولات اكبر من بطولات السنة اللي فاتت، فالفترة اللي جاية دي لازم بقى يبقى في توازن كبير جدا جدا بين مين اللي هيلعب مين اللي هيريح، لأن اللعيبة دي غصب عن عين أي حد لازم تريح، لازم تريح مليون في المية لازم تريح، يعني ده مش مزاج حد. اللي احنا خدناها البطولات اللي احنا خدناها دي السبب الرئيسي في هذه البطولات، وحضراتكم دايما كنتوا بتقولوا هذا الكلام، هو القرار التاريخي اللي اتاخد بإراحة 12 13 لاعب ساعتها صحيح. ولما رجعوا قلنا كلهم دي ان دي صفقات جديدة، وبالفعل كلنا كجمهور وكاداره كلنا وقفنا معاهم كلاعبين وخدنا 5 بطولات، وده اللي عمل النتائج الكبيره اللي احنا شفناها من راحه صحيح. اللي لازم برضو نفس القصه السنه دي، بس خلي بالك اصعب ما هو ماشي، بس برضو انت لو تنظر للموضوع، انت عندك مباراه المصري النهارده سوري بكره. بعد كده عندك مباراه يوم 30 لا احد يعرف مصيرها حتى الان اذا كانت هتتلعب ولا لا، ولكن انا لو انا مدير فني هلعب حتى الان، ما عنديش حاجه تقول انا مش هلعب، فبالتالي انا هلعب يوم 30، لو كسبت يوم 30 عندي مباراة أخرى يوم 4 مع المصري برضو. بعد بقى مباراة 4 حتى هذه اللحظة برضو بيني وبينك لم يتم تحديد أي شيء، مفيش حاجة ساعتها بينا. أقدر أدي بقى الكابتن حشيش أسبوع وأدي الكابتن ماهر، لا كابتن ماهر محتاج سنه أكبر مثلا ومحتاج وقت أطول فأدي له 10 أيام وهكذا. هي دي يا كابتن إسلام المشكلة بقى اللي بتقابل، هو قال كده مشكلة قال لك مش عارف أعمل إيه بتضر النادي الأهلي، هي المشكلة اللي أنت قلتها دلوقتي، لأن أي حد تاني ما عندوش كم الماتشات دي صح، فبيقدر يريح بيقدر صح. بيبقى خارج البطولة فمش عايز يعني دي يشحن دي الناس. مشكلتنا حشيش إداريا إحنا طول عمرنا بنعاني منها، بتزهق اي حد بصراحه. أي المشكله دي النبي بيجي ما بلاقيش برنامج اسلام، ما بلاقيش هو اشتغل عليه سؤال. ما بلاقيش هي اداريه من ناحيه اتحاد الكره يعني خطط كمان ان اتحاد الكره او حتى الاتحاد الافريقي يعني انت لغايه دلوقتي السوبر الافريقي انت مش عارف هيبقى هيتلعب امتى ولا يوم ولا فين. هي دي مشكله وبعدين المشكله ان الماتشات دي مترتب عليها حاجات قبل وبعد طبعا، يعني قبل وبعد، وفي برنامج التدريب، مفيش حاجة اسمها إن أنا بتمرن كل يوم زي شبه اليوم اللي قبله، مفيش حاجة زي كده. أما يكون عندي ماتش بعد 3 أيام وماتش بعد يومين بعدها، غير ما يبقى عندي ماتش بعد 10 أيام. لا وبعدين لما ألعب ماتش السوبر اللي هو مباراة واحدة هكسب فيها بطولة فلها طريقة تدريب. لا طبعًا. ولا إيه يا كابتن ماهر؟ ولا أنا بقول كلام مش لا أنت بتتكلم صح يا إسلام. عايز أقول لك حاجة كمان إسلام، فترة الإعداد يعني من ضمن الحاجات اللي الراجل حاططها في الاستراتيجية، ان المفروض بعد نهايه موسم يبقى هو مخطط ان عنده فتره اعداد في معسكر خارجي للنادي الاهلي، كل ده يا عيني مش قادر يحط ايده عليه، يعني دي برضك من ضمن المشاكل الاداريه اللي الراجل في الاستراتيجيه بتاعته والتخطيط بتاعه والخريطه بتاعته في حاجات نواقص، هو يا عيني عمال يسال ويتساءل يعني طب هخطط انا ازاي بقى اللي قدام، ودي حاجه من ضمن الحاجات يا حشيش يا اسلام اللي بتنجح النادي الاهلي، يعني طول عمر النادي الاهلي مش باصص تحت رجليه، النادي الاهلي بيخطط لموسم وموسمين
وتلاتة، ودي ميزه الانديه الكبيره. كابتن ماهر، في مشكله كابتن اسلام دلوقتي. زمان ايامنا احنا ما كانش المباريات دي او البطولات دي مرتبطه بالتسويق. دلوقتي يا جماعه موضوع التسويق بقى موضوع مهم جدا. صحيح، تسويق ورعاه وفلوس، وفي جوائز كبيره بالنسبه للبطولات بتبقى حاططها تحت الميكروسكوب، وعارف ان هتدخل في الحته الفلانيه ممكن يجي لك دخل معين من الحته دي. البطوله الجديده بتاعت افريقيا ممكن توصل ل 6 مليون دولار. صحيح. بطوله افريقيا، كاس عالم الانديه لو خدت فيه مركز بيبقى كذا. ما دي كلها ارقام وايرادات مع التحديات اللي بيشوفها النادي الاهلي دلوقتي، تحديات كبيره. انت هتصرف منين وهتجيب دخل منين؟ فدلوقتي كل خطوه محسوبه، كل تمرين بيفرق معاك لبطوله لما هو بفلوس. صح. بتترجم الفلوس يعني. صح صح. وبالتالي اللي جاي دايما هيبقى اصعب، لان انت ما تعرفش من الناحيه الاداريه، اتحاد الكوره واتحاد افريقيا بتاع، مش عارفين نوصل لترتيب معين. ما سبحان الله اسلام. بس انا عايز احيي المجموعه دي يا اسلام بصراحه. مين اللعيبه؟ الضلع الثالث بقى بصراحه. الضلع اللي هو الناس شككت فيه وبدات تهاجمه وتقول اختياراتكم، اختيارات اللعيبه كانتش مناسبه، لعيبه مش هتقدر تعمل حاجه. فاللعيبه اتهاجمت بشكل كبير جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت. لكن انا بحيي طبعا من خلال برنامجك الكبير بيت الكبير يا اسلام، بحيي اللعيبه. أيوة. بصراحه على ادائهم هذا الموسم. تحس ان كان في لعيبه بعيد جدا والناس كانت شاكه في قدراتها. طبعا الراجل من خلال الحاجات الخاصه، من خلال الاعداد النفسي، قدر خصوصا الخط الامامي حجيج، يمكن كان كنا بنعاني بشكل كبير جدا من خلال ضياع الاهداف والفرص اللي بتيجي. لكن واضح قوي ان الراجل عمل شغل نفسي خاص مع اللعيبه، قدر يرتقي بمستوى بيتسيتاو مره ثانيه، كهربا في المكان المفضل بالنسبه له، طبعا حسين الشحات اللي بنعتبره من افضل اللعيبه اللي موجوده هذا الموسم، طبعا ديانج في نص الملعب، السليب بخبرته، مروان الوافد الجديد، طبعا خط الظهر هاني وياسر وعبد المنعم، وطبعا معلول الراجل بصراحه اللي بنحييه تحيه خاصه على الاداء والاخلاص اللي بيقوم بيه. الشناوي طبعا كالسد العالي والحارس اللي بيحرس عرين النادي الاهلي ومرمى النادي الاهلي. فالضلع الثالث ده يا اسلام بصراحه مهما اتكلمنا ومهما قلنا اللعيبه دي رجاله. لا بنحيي كمان يا كابتن ماهر اللعيبه كمان اللي ما لعبتش. بالظبط. شفناش فيهم حد عمل مشكله، حتى اللي جايين من بره تدعيمات وما لعبش ما شفناش مشكله، ما شفناش حد عايز يمشي، ما شفناش كذا كذا. دول كمان اهم. انت اللعيب طبعا اهم حاجه عنده في الدنيا ان هو يبقى موجود في الملعب ويلعب. صحيح. فلما ما بيلعبش بتظهر المشاكل. في النادي الاهلي ما حصلش كده. هي ده سبب من اسباب نجاح المجموعه دي يا كابتن ماهر. بالظبط. كباتن الفرقه والناس اللي هي بتدعم، وتحس ان اللي بيلعب واللي ما بيلعبش الدكه زي الناس الاساسيه. فدي برضو من عناصر النجاح في النادي يعني. طبعا. طيب دايما اللي جاي او المباراه بكره هتبقى مباراه مهما كان، انت بتلعب فريق كبير، النادي المصري فريق كبير لسه خسران بطوله وخسران بنتيجه كبيره، وكان جمهوره بيتعلق بالامل في هذا الامر. هل ده هيدي له دوافع ايجابيه ولا سلبيه، ولا من وجهه نظرك يا كابتن ماهر؟ انا شايف ان اي حد بيقابل النادي الاهلي بيبقى عنده دوافع، بينسى يعني خلاص الناس نسيت البطوله اللي ضاعت المصري. هاي. هو يهمه ان هو كمان يحقق نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي زي بيراميدز في الماتش اللي فات. المصري عنده لعيبه مميزه. طبعا قدام النادي الاهلي الدنيا بتختلف اختلاف كلي يعني. الدوافع بتبقى موجوده، الاصرار، التركيز، الناس بتنسى طبعا اللي فات، بتبدا صفحه جديده. هو بالنسبه له مكسب ان هو يقدر يحقق نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، تقدر ترجع له الثقه مره ثانيه. فانا شايف هتبقى مباراه قويه تكتيكيا وفنيا داخل الملعب. كابتن حشيش، مباريات دايما النادي الاهلي مع اي طرف من الاطراف بتبقى بالنسبه للطرف الثاني دي بطوله. حتى لو هو واقع من الدور الرابع واخد بالك، بيجوا قدام النادي الاهلي وتغير يعني. هنشوف مثلا اداء النادي المصري في مباراه سيراميكا، كان اداء ضعيف جدا جدا ونتيجه ثقيله جدا. انا متاكد ان هتلاقي مثلا بكره مصري ثاني مختلف، لانه بيلاعب النادي الاهلي مش بيلاعب اي فرقه. يمكن لو بيلاعب اي فرقه هيبقى تحصيل حاصل بالنسبه له وتكمله مثلا في الصوره المهتزه اللي ادى بيها، انما قدام النادي الاهلي هيبقى
حماس وعايزين عشان يحسن الشكل للناس الجمهور بتاعه اي حاجه حصلت بالنسبه للاخفاق في البطوله اللي فاتت. فهو ده قدر النادي الاهلي. اللي انا اتمناه اي حد ممكن يكون موجود في النادي الاهلي ويلعب بقى لازم يعني يقابل الكلام ده باكثر اصرار ودفاع عن طبعا التيشيرت واسم النادي الاهلي وقدم مباراه كويسه بغض النظر عن النتيجه. احنا عمرنا ما بصينا لكده لان بكره برضو تحصيل حاصل. بس اللي يهمني فيها ان الناس اللي ما بتلعبش وخدت فرصه بكره لازم توريني نفسك بقى عشان اختيارات الناس اذا كان هتطلع ار اذا كنت هتمشي اذا كنت هتقعد فمهم قوي بالنسبه لك. فما تجيش تلوم بعد كده هتلوم نفسك. لازم تأدي بشكل كويس قوي قوي. الناس اللي موجوده كلها تأدي بشكل كويس قوي بغض النظر عن النتيجه لا تعني بكره لانه تحصيل حاصل زي المباراه اللي فاتت. كولر وكابتن ميمي عبد الرازق ومستر كولر كيف ترى هذه المباراه من خارج الخطوط؟ طبعا كولر احنا شفنا كولر هذا الموسم في البطولات اللي هو ربنا وفقه فيها. واضح قوي ان الراجل عنده استراتيجيه وعنده خريطه بيشتغل من خلالها في طريقه اللعب المفضله بالنسبه له. يمكن بدا بطريقه 4-2-3-1 بعد كده راح لطريقه 4-3-3. واضح قوي ان الراجل عنده شفافيه وعداله يا اسلام ان هو بيدي كل الناس اللي مركزه في التمرين اللي بتجتهد الناس اللي عايزه اللي عندها دوافع. الراجل يعني عمل نظام جميل جدا التدوير من بدايه الموسم وجيب فتره كده ثبت التشكيل وهو يمكن ثبات التشكيل يعني ثماره كان واضح بشكل كبير جدا في تحقيق البطولات. صحيح. فالنهارده هيرجع للتدور تاني هو بقاله يمكن مباراتين ثلاثه اسلام يا حشيش بيرجع للتدور تاني زي ما حشيش تفضل عشان يبقى طبعا يبقى في تقييم للعيبه مين ممكن يقعد مين ممكن يمشي. فانا شايف ان مستر كولر كان زعلان جدا طبعا من نتيجه المباراه السابقه. صعب جدا النادي الاهلي يخسر مباراتين ورا بعض. انا شايف ان دوافع اللعيبه بكره ان شاء الله هتادي مباراه يعني تليق باسم ناديهم وتليق بيهم. بالنسبه لميمي عبد الرازق طبعا بنحيي ميمي عبد الرازق. هو تولى المهمه في ظروف صعبه جدا لكن هو ابن بورسعيد. ميمي من المدربين المؤهلين بشكل كبير وتملي بيجي في اوقات يعني بعد رحيل المدرب ميمي بيأدي وبيستلم المهمه. لكن هو طبعا عشان من وجهه نظرك هيكمل معاهم ولا مع لا لا, لا مش هيكمل معاهم برضك في اتجاه ان مدرب هيرجع قطع الناشئين. هل حد فيكم في مصر في مقياس او معيار للتقييم مين يقعد ولا مين ما يقعدش؟ لا مفيش خالص في مصر. احنا شفنا من فتره قريبه طارق العشري مع فاركو فجاه مش موجود يعني بدون اي سبب بدون اي حاجه وحاجات كتيره بقى من خلال طبعا مشاهدتنا ومتابعتنا للدوري والانتقالات المدربين. مفيش يا اسلام تقييم وحاجه معيار لاختيار المدربين اساسا. رمضي يعني كابتن دايمًا رمضي نزل مع اسوان يوم السبت الجمعه اللي بعدها كان بياخد ولا السبت اللي بعده كان بياخد الرابطه مع سيراميكا النهارده مع الظفر. فما فيش محدش يقدر يتكهن او يتنبأ باي حاجه من الحاجات دي. اللي انا عايز اقوله بقى على المباراه بكره مصري يعني النادي الاهلي زي ما تكون كده بشبهها بان النادي الاهلي كان اللعيبه عندها هبوط شويه من الحر اللي احنا فيه. فجيت انت بعد الماتش ده قبل ماتش المصري رشيت عليهم ميه ساقعه انك اتغلبت المباراه اللي فاتت وداخل على مباراه المصري لازم تفوق بقى لان الاداء الكوره انت عارف اداء ودافع في الملعب. الاداء والدافع التيشيرت مش هينفعك. صحيح. والجمهور مش هينفعك. ادائك في الملعب هو اللي هينفع والتحدي بتاعك انك يبقى عندك اصرار هو ده. واعتقد ان الكلام ده موجود بعد المباراه اللي فاتت في ختام المباراه الاخيره بتاعت المصريه. طيب هل هنجد اسماء كثيره جديده في تشكيل الاهلي صح؟ اكيد. هو بدا التدوير في المباراتين اللي فاتوا. ده مش تدوير ده هو يعني المره دي بقى مش هيدور بقى المره دي طبعا هيدي فرصه للناس اللي ما شاركتش بشكل كبير جدا. انا مش عارف ماتش يوم 30 ده هيتلعب ولا لا الداخليه يعني هل حد عنده علم؟ لغايه النهارده هو الداخليه كانت مقدمه طبعا طلب زي ما انت عارف هيتلعب وردوا عليهم قالوا لهم لا المباراه هتتلعب. فطلب اصل يعني طب المباراه 30 النهارده كام؟ النهارده 25 النهارده 25 يعني هتعرف امتى انها هتتلعب ولا مش هتتلعب؟ يعني ما هو لازم يتاخد قرار برضه فيها عشان تبقى خلي بالك. اصله مثلا فرقه زي الداخليه دي برضه
النهارده 25 بكره يعني 26 ده كمان نص ساعه ده 26 وهتلعب بكره فانت تبقى عامل حسابك ان في ماتش 30 يا جماعه ده بكره 26 27 28 29 هتلعب 30 ثلاث ايام وانت يعني. لسه مش عارف دي طبعا كارثه من الكوارث وبعدين انت مش عارف ليه او القرار ما اتخذش ليه او مستني ايه انت صاحب قرار انك ما تقررش ما هو يا لا ما يا في حاجه يعني نقعد على حتى عشان احنا نبقى فاهمين هل هو هيرجع الناس بعد الاجازه دي ولا هيديهم اجازه ولا يكمل ولا يكملوا ما تفهمش فطبعا يعني قصه غريبه جدا انت ما تعرفهاش انت ما لغايه النهارده مش ما تعرفهاش انا بقول طبعا بكره هيبقى في مش تدير بقى تغيير تام جذري للفرقه لان زي ما بقول لك الناس لازم في ناس محتاجه انها تتشاف وماتش برضه مع فرقه زي المصري لا اسمع محتاجه انها تريح وفي ناس تتشاف يعني ناس تتشاف بقى ناس تتشاف كويس وتجتهد ويبقى عايز يعمل حاجه استغل ان اللعيب اللي عايز يتشاف ده عايز هيبذل غصب عنه كل طاقته عشان يتشاف ويتحكم عليه كويس فتستغل القصه دي بقى اللي انا عايز اقوله هو انا ليه ما بغيرش الشناوي يا سؤال وجهه نظر طبعا مدرب نحترمها بس انا بسال نفسي كمتفرج مش كاي حاجه تانية خالص هو انا ليه ما بغيرش الشناوي ما تروح النادي عدي عليه وقول ممكن يدخلوني لا دخلوك ايه ده ملعبك لا انت فاهم يعني انا ليه ما بديش حراس المرمى التانيين سواء مصطفى شوبير او حمزه يعني طب ليه ولا علي لطفي ولا علي لطفي يعني ما هو الراجل ده خلاص ده انت لو زقته كده هيقع من التعب نفسيا وذهنيا هو محتاج حتى باين عليه وبعدين اكتر واحد في الملعب لعب كم مباراه هو الشناوي صحيح غير اللعيبه الثانيه اليو ديانج السنه اللي فاتت يا اسلام السنه اللي فاتت ماتش. كان في تخطيط اكتر من الشناوي تقريبا كان في تخطيط للراجل السنه اللي فاتت حشيش ان الشناوي بياخد مباراه الدوري علي لطفي بياخد مباراه الكاس مصطفى شوبير بياخد مباراه الرابطه تمام ده السنه اللي فاتت يعني كان الراجل من ضمن التخطيط الجميل اللي كان عامله ان هو زي ما انت قلت ليه الحراس الاخرين ما بياخدوش فرصه بس السنه دي يا كابتن مار مختلفه بقى شفنا الحمد لله رب العالمين ان احنا علي لطفي لما خد حاجه تطمن ان احنا عندنا حارس مرمى واحد يعني حارس مرمى ممكن يبقى موجود الله يقدر لو الشناوي حصل حاجه مصطفى شوبير لعب نهائي افريقيا نهائي افريقيا حمزه يعني عامل عروض جامده جدا جدا مع المنتخب الاولمبي فالنهارده احنا مش قلقانين على حراس المرمى زي ما انت قلت يعني كنا نتمنى في الاربع ماتشات اللي فاتوا لما حسمنا البطوله ما احنا كابتن مار مش قلقانين بس احنا في نفس الوقت برضو عايزين نشوف الناس الثانيه في الملعب بالظبط عشان برضو يبقى قريب وخصوصا ان انت عندك فرصه ذهبيه ان انت حاسم الدوري بقالك فتره فالماتشات دي زي ما قلنا تحصيل حاصل فانا ادي استغل الاهم من ان انا كمان ادي الحارس اللي ما لعبش ان انا اريح الاساسي لان داخل على معمعه كبيره وبعدين الراجل الاساسي ده كمان يختلف عن الاثنين التانيين اللي موجودين انه منتخب مصر فهو كمان ما عندوش كده كده ما عندوش راحه ما عندوش راحه في الوقت اللي هيريح فيه اي حد تاني هو مش هيريح فانا ليه ما احسبش الكلام ده ولاعب الناس دي يعني لاعب الماتش اللي فات ولاعب الماتش بتاع بكره بحارس تاني انا بس ده تساؤل يعني وجهات نظر يعني في الاخر هيقول لك دي وجهه نظر وكل واحد هو الراجل طبعا صاحب القرار الاول والاخير وهو صاحب القرار والراجل هو اللي متعايش معاهم وهو زي ما قلنا الخريطه بتاعته بيتحرك من خلالها يعني مستر كولر ما شاء الله يعني لكن احنا كنا يعني نتمنى ان احنا نشوف الناس تلعب بس وتبقى رجلها في الملعب وماتش زي ده عشان حتى كمان لما الراجل زي ما انت قلت حشيش لما بياخد قرار مين يقعد يبقى فعلا يستاهل مين يروح اعاره انت عارف يا كابتن مار كمان اللي يطمنك كمان ان الناس دي لما لعبت كانت كويسه قوي بالظبط صحيح يعني مش فانت قاعد مستريح فانت قاعد كمان يعني كل الارض ممهده انك تلاعب الراجل اللي هو ايه ما لعبش هي دي طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كابتن ماهر بشكل عام بقى رايك في مستوى النادي الاهلي او في مستوى الدوري العام السنه دي يعني طبعا هو الاهلي ما شاء الله يعني الاهلي يعني بعيد قوي عن الاخرين مع احترامي طبعا للفرق الاخرى يعني النادي الاهلي السنه دي عمل انجازات زي ما قلنا ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي من 1907 يعني ان فرقه تاخد 5 بطولات في 8 اشهر ده يعني انجاز واعجاز يعني لما نقعد كده نحلل الموسم ده يعني كل التحليل او كل ذهننا هيروح للنادي الاهلي
النادي الاهلي عمل حاجات يعني غير عاديه، انه يفضل اقوى دفاع يا حشيش، واقوى هجوم، واقوى خط نص موجود، واقوى حراسه مرمى، وما شاء الله تفوق على كل الفرق اللي موجوده في الدوري العام، تفوق في افريقيا على كل الفرق اللي كان بيشارك فيها، السوبر ما شاء الله مرتين، كاس مصر مره. ف يعني انا بصراحه بحيي المنظومه ككل، وده الاحترافيه اللي موجود عليه النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لما نقعد كده عايز حلقات وحلقات اسلام، ان احنا نحلل النادي الاهلي ليه هو في المرتبه دي، ليه هو في المكانه دي، هتلاقي ان الحب، وهتلاقي المبادئ، وهتلاقي الاخلاص، واولاد النادي وكل المسؤولين الحمد لله رب العالمين ايد واحده في نجاح هذه المنظومه. فالمنظومه دي ما بتنجحش فرديه، المنظومه بتنجح جماعيه، قراراتها كلها جماعيه. مجلس اداره رابط مع الجهاز الفني ومديله ثقه، صحيح الجهاز الفني الثقه دي بياخدها وبيشتغل من خلال طبعا اداؤه وخبرته، بينعكس على اللعيبه اللي هي كمان بتلبي يعني كلام الراجل وبتحقق انجازات ليها ولناديها. وبعدين كمان ربنا مدينا جماهير، يعني ناس تقول لك لا مش 70 مليون يا كابتن ماهر انت بتبالغ، 70 80 مليون فعلا احنا وصلنا كده حشيش، 70 80 مليون اهلاوي، وده راجع للبطولات. كل ما انت بتحقق بطولات كل ما العيال الصغيره دي بتطلع شايفه اللون الاحمر وشايفه العلم فبتروح وراه. صحيح. فالنادي الاهلي ما شاء الله في الكره العربيه مؤثر بشكل كبير، والكره الافريقيه مؤثر بشكل كبير، وهو ده التقييم اللي يستاهله النادي الاهلي هذا الموسم. طيب كابتن حشيش، النهارده قرعه الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا يعني هتلعب احد الفريقين الفائز من فريق كمكم البطل زنزبار وسان جورج بطل اثيوبيا. دايما مباراه الاثنين دور ال 32 بتبقى طبعا متفاوته وواضحه، ولكن يعني سان جورج فريق اثيوبي فريق كبير وله اسمه، وبتلعب في اثيوبيا، اللعب لينا في اثيوبيا بيبقى يعني حضرتك لعبت هناك طبعًا، كابتن ماهر لعب طبعًا هناك، وانا لعبت هناك، عارفين اللعب في اثيوبيا اسوأ جو في افريقيا مبدئيا، يعني اصعب جو اصعب جو في يعني، وغالبا هو سان جورج الاقرب يعني. عشان كده احنا كنا بنقول من شويه النادي الاهلي لازم يبقى فيه قسط من الراحه، عشان الناس داخله على بص جبل، يعني مش مثلا هتبدا واحده يعني تمشي شويه وبعدين تطلع الجبل، لا ده انت بادئ بجبال يعني بادئ بتحديات صعبه. دايما البطل بيبقى عنده تحديات اكتر من اي حد تاني عشان الحفاظ على اللقب. ما فيهاش في افريقيا دلوقتي فرقه صغيره وفرقه كبيره، احنا شفنا الفرقه الصغيره عامله ازاي بتتعب اي فرقه من الفرق الكبيره. زي ما بقول لك النادي الاهلي قدره ان هو بيبقى فيه تحديات داخل مصر وخارج مصر، حقيقي لان هو بطل مصر وبطل افريقيا. فالتحدي اللي هنا يقابله برضو التحدي اصعب في افريقيا. فلازم يبقى فيه راحات كبيره. بس انا عايز اعقب شويه كابتن اسلام على موضوع الدوري، مستوى الدوري المفروض الدوري المصري يتنقل حته ثانيه شويه ويبقى مستوى اعلى من كده. شاف الموسم ده او الدوري ده المستويات، احنا بنتكلم على معقول يبقى فيه 8 9 10 فرق بتنافس على الهبوط؟ هو ده يبقى في حاجه كده في الدنيا يعني؟ اكيد ده المستويات المذبذبه دي كمان، يعني ناس بادئه الدوري بمستوى كويس تلاقيها في الدور الثاني خدت غطس ملوش حل. يعني انت فاهم ازاي؟ فرقه اسوان كانت الدور الاولاني عامله نتائج وماتشات، الدور الثاني لغايه ما بتنافس على في اخر لحظه، واكثر من فرقه على هذا المستوى. الاتحاد السكندري بدا السنه دي، احنا استغربنا كلنا، كنا فرحانين للاتحاد السكندري ان هو بيعمل النتائج والاداء المميز ده. لقيناه في الدور الثاني ابتدى برضو يحصل تفاوت انبي نفس يعني. فلازم يبقى في استقرار اكتر من كده، سواء في الانديه على مستوى المدربين والاجهزه الفنيه. ادوا يا جماعه اولا اختاروا صح الاجهزه الفنيه، واصبروا على الناس شويه عشان يقدروا يكملوا معاك، اصبروا على الناس شويه انها تقدر تكمل. مش اول ما فرقه تكون ماشيه كويس وبعدين تتعثر مباراه ولا اتنين، اول تفكير شيل المدير الفني، كان المدرب اللي جاي ده معاه عصايا مش عارف هتعمل ايه. لازم يبقى في استقرار، لازم كمان الانديه معظم الانديه كمان تدور على
مداخيل، عشان دلوقتي الكوره بقت امكانيات وتدعيم ومصاريف. هو ده لما يبقى فيه استثمار في كل الفرق المصريه، بالتالي الدوري هيبقى كويس وهيبقى فيه منافسات قويه. واحنا نتمنى النادي الاهلي بيقبل التحديات وبيقبل المنافسه. ما ينفعش النادي الاهلي يبقى في حته كبيره جدا في كل حاجه، سواء اداريا وفنيا ونتائج و و و، والفرقه الثانيه بعديب لسه في الريست واحنا خلاص داخلين على اسكندريه. واخد بالك؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني مش يعني لازم تبقى فيه منافسه اقوى، عشان دي بتزود حلاوه الكوره. لازم يبقى فيه اكتر انضباط في بطوله الدوري من حيث كمان التحكيم والفار. واحنا لسه في الوقت اللي احنا فيه الناس الفار بيخترعوا حاجه ثانيه غير الفار. يعني بيزودوا بقى بيجودوا عليه. واحنا لسه في الف مش عارفين نعمل الفار. فما ينفعش النقط والخطوط دي بتتحسب من عناصر يا اسلام تقييم البطوله عندك. صحيح، ده التحكيم ده حاجه كبيره. لسه انت شايف طبعا مشكله الضرب النار بتاعت المصاريف الحكام والخناقات، وهيعملوا ايه؟ طب هيعملوا السنه الجايه لو مفيش فلوس للتحكيم؟ مش عارف. الحكام ده هتقول لك انا مش معاكم بقى، كل واحد يقول لك انا مش معاكم، كل حكم هيدور يقول لك انا اطلع احكم في اي حته بره بقى وخلاص. يعني انت فاهم؟ ففي مشكله كبيره جدا جدا وعناصر كتيره جدا هي اللي بتعلي من مستوى الدوري عشان يبقى ينافس بقى الدوريات اللي احنا كنا بنعلمهم دلوقتي ما شاء الله عدوا. طيب اخيرا يا كابتن ماهر، يا كابتن حشيش، راي حضرتك ايضا في اولى الصفقات يعني للنادي الاهلي، امام عاشور قادم من ميتلند الدنماركي، وهعرف رايك برضه يا كابتن حشيش. مكسب كبير يا اسلام طبعا، مبارك لامام عاشور انضمامه طبعا لمنظومه النادي الاهلي. احنا شفنا امام عاشور لما كان لعيب في نادي الزمالك كان مؤثر بشكل كبير جدا معاهم. شفنا امام عاشور وهو في المنتخب برضك من ضمن اللعيبه المنتخب الاولمبي كانوا اساسيين، والفتره اللي فاتت يمكن مستر فيتوريا يعني اتكلم عنه كويس قوي. طبعا رحيل حمدي فتحي انا شايف ان اعتقد ده كان له الدور الاكبر في وجود بالظبط، يعني رحيله اضطرينا ان احنا نفكر في حاجه بقيمه حمدي فتحي بصراحه يعني. فشفنا ان امام عاشور انا شايف ان هو يعني من اللعيبه الصفقات ان شاء الله باذن الله اللي هتكون مؤثره بشكل كبير جدا في نص ملعب النادي الاهلي ومنتخب مصر مع مروان عطيه. يعني الحمد لله احنا بقى اختياراتنا دلوقتي يا اسلام فعلا بنختار الحاجات اللي تناسبنا، الحاجات اللي احنا شايفينها تقدر تفيدنا، الحاجات اللي تقدر تنقلنا. فانا بحيي طبعا لجنه التخطيط الكابتن محمود الخطيب طبعا مستر كولر، لان هو يعني صاحب القرار الاول والاخير في اختياراته للعيبه طبعا، ودي من ضمن الحاجات اللي فرقت معانا السنه دي بشكل كبير. اتمنى ان شاء الله الاختيارات اللي جايه تكون على مستوى امام عاشور. كابتن حشيش طبعا يعني تقييمي الامام لعيب كويس ولعيب امكانياته كبيره كلنا عارفينها، بس اللي هو لازم يعرف ان هو طبعا جاي النادي الاهلي والتحدي النادي الاهلي غير، لازم يبقى فيه طبعا اداء اكتر، اهتمام النادي الاهلي بيه واستقدامه ده لازم يرد عليه بحاجات كتيره. هو بقى في الملعب لازم يدي ولازم يصنع لنفسه بطولات، وطبعا يشارك في بطولات النادي الاهلي. هو طبعا سنه صغير وقدامه العمر ان شاء الله كبير، لازم طبعا يعني من اول دقيقه كده يثبت لجمهور النادي الاهلي انه على قد تيشيرت النادي الاهلي، لان تيشيرت النادي الاهلي بكرر مره واثنين وثلاثه غير اي تيشيرت تاني. انا بالنسبه لي على الاقل يعني، فهو لازم يبقى في تحدي جواه ان هو يبقى أكتر من كده بكتير، وهو إمكانياته تؤهله إن هو يبقى أحسن من كده بكتير. كل ده هنشوفه الفترة الجاية من خلال التزامه وأدائه في الملعب يعني. يا رب إن شاء الله، ونشوف الصفقات القادمة اللي ستكون في النادي الأهلي إيه. وحتى هذه اللحظة محدش يسألني بقى يقول لي صفقات إيه وبتاع إيه، لأنه قناة الأهلي بتعلن مع إعلان النادي الأهلي عن الصفقات، وبالتالي لكن إن شاء الله أكيد إذا كان هناك نقص في الفريق فسيتم تعويضه خلال الفتره ان شاء الله. صح يا كابتن؟ صح تعويضه. تمام. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، احمد ثابت وكريم سعيد. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. بركة ايه؟ كله تمام. ازيك يا كيم؟ ده كابتن اسلام. كله كويس؟ الحمد لله كابتن. الحمد لله. خلينا نبدا بقرعه دور ال 32. مين الاقرب يا احمد ان هو يلعبنا في دوري ابطال افريقيا؟ طبعا سان جورج الاثيوبي الاول، طبعا الاقرب. يعني هو الاول هم كانوا قالوا ان دوري السوبر اللي بيشارك في دوري السوبر الافريقي مش هيلعب في دور ال 32، وبعدين رجعوا غيروا الكلام النهارده خلاص رسمي، النادي الاهلي وقع في القرعه يعني، فهيلعب دور ال 32. يعني بدايه الموسم الجديد ان شاء الله هتبقى 1/9 ماتش السوبر الافريقي، لسه برده مش رسمي، بس في خلاص تم التاكيد ان 15/9 مباراة الذهاب، في يعني ان شاء الله 15 او 16 او 17. الاقرب طبعا هو الفريق سان جورج الاثيوبي، فريق قوي متصدر الدوري الاثيوبي باستمرار، لسه حتى هم من اسبوع اخذوا الدوري الاثيوبي، متصدرين، اخذوا الدوري الاثيوبي فارق 4 نقاط عن الثاني. عندهم المهاجم التوجولي اسمه اسماعيل اوجورو، مهاجم كويس جدا، وده كان عليه صراع ما بين الترجي وما بين الرجاء، وبعد كده خطفوا في الاخر من يومين الجيش الملكي. الجيش الملكي المغربي اللي هو متصدر الترتيب في الدوري المغربي هو اللي خطف المهاجم اسماعيل اوجورو التوجولي اللي هو مسجل 25 هدف، وهم اصلا جايبين في الدوري 54، يعني تقريبا نص الاهداف اللي جايبهم، نص قوتهم الهجوميه. طبعا اكيد هم هيدعموا بصفقات ثانيه مكان اسماعيل اوجورو. عندهم برده جاتوش بانوم، اللعيب اللي كان بيلعب في الجونه، اللعيب الارتكاز موجود عندهم في الفرقه. فبالتاكيد برضو يعني البدايات دايما دايما بقول ان دوري ابطال افريقيا بتتخذ على مراحل، مرحله ما قبل دور المجموعات ومرحله هنرجع تاني واطهر الطاهر ويقعد يقول لك مش عارف ايه هي مراحل، والنادي الاهلي بيتحول، بس ان شاء الله السنه دي بقى عايزين نبدأ ما يخش في الثمانية على طول. مفروض بصراحه، مفروض يعني كبير الكاره لازم يخش من دور الثمانية. طيب اعرف رايك برضو كريم. طبعا لا انا متفق مع ثابت في سان جورج، طبعا هو الفريق الاقرب، واحنا بس يعني مشكلته طبعا مع سان جورج مش من الامور الفنيه، اعتقد يعني دور ال 32 الامور في المتناول بالنسبه للنادي الاهلي. يعني مشكلتي في نقص الاكسجين، نقص الاكسجين. ماتش في اثيوبيا ده واحد من اسوء المباريات اللي ممكن تلعبها، زي بالظبط في امريكا اللاتينيه لما المنتخبات بيروحوا يلعبوا في بوليفيا. صحيح. كلهم بيكرهوا ان هم يلعبوا في بوليفيا، يعني هناك الاكسجين بيقل بنسبه كبيره جدا، حتى اعتقد كمان اثيوبيا ممكن تقارن ببوليفيا، يعني هناك الارتفاع كبير قوي قوي بصراحه، 2500 كيلو متر فوق سطح البحر. زي ابها في السعوديه برضو. يعني الموضوع مش سهل بصراحه. ف ان شاء الله باذن الله الجهاز الفني طبعا والجهاز الطبي هيبقى عليه شغل كتير ان شاء الله، بس طبعا اهم حاجه سان جورج طبعا ياكد يعني تاهله، يعني طبعا هو اكيد ولسه هيلعبوا دول ال 64 عندهم ماتش 64 طبعا بعد ما اكد تاهله. طبعا اكيد ان شاء الله احنا نبقى مستعدين وان شاء الله يمكن كمكم اللي هو فريق كمكم ال كي ام كي ام كي ام كي احنا بنسميه كمكم. هذا الفريق ممكن جدا يعمل مفاجاه ولا صعب؟ لا ما نعرفوش، احنا بنتكلم على فرق مجهوله، زي بالظبط فريق جنريسيون فوت في السنغال. جنريسيون فوت طبعا واحده من الاكاديميات الكبيره جدا في السنغال، اول ما دخل يبدا يلعب في دوري ابطال افريقيا احنا مش عارفينه، بس لما شفناه بيلعب حتى جه مره لعب هنا اعتقد مع نادي زمالك. الزمالك لعب مباراه حلوه جدا، يعني عندهم طبعا لعيبه كويسه، وهم كمان اكاديميه بتعمل لعيبه صغيره وبتسوقهم. صحيح. فانت ممكن تلاقي ام كي ام ده ممكن تلاقيه اكاديميه ممكن، وعنده لعيبه كويسه وبتاع، وفجاه هوب عمل مفاجاه. فطبعا احنا في الاخر احنا جاهزين لكل الامور، اهم حاجه طبعا ناخد بالنا لو رحنا نلعب في اثيوبيا اكيد موضوع الادويه اللي بتعالج بقى الضغط ونقص الاكسجين والحاجات دي كلها تبقى ان شاء الله اكيد 100%. الجهاز الطبي في النادي الاهلي واحد من افضل الاجهزه الطبيه الرياضيه في مصر حاليا. ثابت خريطه النادي الاهلي السنه دي او السنه القادمه؟ يعني الموسم القادم طبعا مزدحم، والموسم الجديد مش هيخلص قبل 1 اغسطس 1/9 كمان. الدوري الموسم الجديد مستحيل يخلص قبل 1 اغسطس. تعالى بص حضرتك الماتشات حتى تعالى ونحسبها مع بعض، يعني الاول بدايه الموسم مثلا مباراه السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه الجزائري، ده الميعاد الاقرب 1 سبتمبر لو نعرض بس الميعاد الاقرب ولكنه ليس الحقيقي وليس الرسمي. وده مش الرسمي، فانت دلوقتي عندك شهر من ما تنهي مثلا مباراه الداخليه، بعد كده عندك شهر ممكن تدي فتره راحه وتعمل معسكر اعداد. لا واعتقد تلعب المصري او تلعب المصري، ما انت هيبقى الداخليه لو كسبت دور الثمانيه. تعالى بقى نبص من 1/9 عندك ايه السوبر الافريقي لو اتلعب، بعد كده في توقف دولي لمنتخب مصر من 4 سبتمبر ل 12/9 ل 12 سبتمبر، ده هيبقى في ماتش اثيوبيا واحتمال يبقى في ماتشين وديين البرازيل واورجواي.
ده المنتخب مصر. بعد كده تخش من 15 ل 17 9 ذهاب دور ال 32 اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو سان جورج الاثيوبي. بعد كده ماتش العوده هيبقى من 29 او 30 او 1 اكتوبر. فانت ممكن بدايه الدوري تبقى فين في الفتره دي؟ بدايه الدوري قالوا 15 15 9 ماشي، هتبقى في الفتره دي. انت هيتاجل لك الاسبوع الاول. هيتاجل لك الاسبوع الاول. يبقى انت قدامك كام من 15 9 ل 1 اكتوبر؟ على الاقل هتلعب ممكن جوله، ثلاث جولات. ده الاول يعني النادي الاهلي هيلعب اول ثلاث اسابيع في الفتره دي. بعد كده في توقف دولي تاني لمنتخب مصر من 9 اكتوبر ل 17 اكتوبر، برضه هتحط الجوله مثلا الرابعه من 1 اكتوبر ل 9 اكتوبر. يبقى انت كده لعبت حوالي اربع جولات. بعد كده من 9 اكتوبر مفيش فتره خالص تحط فيها ايه ماتشات. انت عندك الاول توقف دولي لمنتخب مصر من 9 ل 17 اللي هو الاستعدادات بتاعت بطوله كاس الامم الافريقيه. بعد كده بطوله الدوري الافريقي اللي هي دوري السوبر الافريقي اللي هي المسمى الجديد بتاعها الدوري الافريقي لكره القدم. دي هتبقى من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. النادي الاهلي طبعا مش هيلعب في الفتره دي خلاص ماتشات في الدوري. يبقى انت عندك لغايه كام؟ لغايه 11 نوفمبر مفيش غير اربع جولات بس. نكمل من 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر الجوله الاولى والثانيه لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم. بعد كده 24 نوفمبر الجوله الاولى في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. بعد كده 1/12 الجوله الثانيه في دور المجموعات. بعد كده 8/12 الجوله الثالثه. بعد كده 12 اللي هي الجوله بعد كده اللي هي فتره كاس العالم للانديه من 12 ديسمبر ل 22. فانت تخيل ان الفتره دي كلها من 1/9 وبعد كده كمل هتلاقي كاس الامم كمان في يناير. هات الصوره اللي بعدها، هتبص تلاقي كاس الجوله الرابعه لدور المجموعات في نهايه شهر ديسمبر، بعد كده كاس الامم في يناير من 13 يناير ل 11 فبراير، وبعد كده الجوله الخامسه لدور المجموعات اللي هي هتبقى من 23 ل 25. يعني انت بتتكلم لغايه 11 فبراير بالظبط مع نهايه كاس الامم ممكن ما تكونش لعبت هتكون لعبت خمس جولات، خمس او ست جولات ماكسيمم لغايه شهر فبراير. يا لهوي، النادي الاهلي هيبقى لغايه شهر فبراير هيبقى لعب خمس او ست ماتشات، ده ماكسيمم بالكتير كمان لو الجدول مزنوق قوي. يعني هتبقى في الجوله لغايه يوم 11 فبراير، فانت هتبدا الدوري تعتبر من نص فبراير اللي هو عشان بقى تخش بعد كده في الجوله الخامسه والسادسه لدور المجموعات اللي هي في فبراير. ونرجع بقى في قصه يطلع يقول لك يا جماعه ازاي مأجلين للنادي الاهلي؟ ازاي مأجلين من دلوقتي اهو يا جماعه. عشان لما تيجي تطلع هو عارف نفسه، يعني لما يجي يطلع يقول لك انتوا ليه مأجلين والنادي الاهلي واللي مش عارف ايه ولا على راسه ريشه والكلام اللي هم بيقولوه ده. فاحنا بنقول لكم من دلوقتي يا جماعه احنا يعني 90% النادي الاهلي لن يبدا مبارياته قبل نص فبراير. يعني لو بدا هيبقى اول هيبقى لاعب خمس اسابيع بالكتير. والدوري نفسه يا كابتن اسلام من زميلنا محمد همام في يلا كوره كان كتب تقرير خطير جدا، واتمنى يكون الحاج عامر حسين يقراه، ان السنه الموسم ده متاح لمباريات الدوري 150 يوم اللي هم نص المده اللي كانت متاحه لموسم احنا لسه مخلصينه وبنشتكي منه. لا والله العظيم حسبناها بالورقه والقلم 150 يوم بس المتاحين للدوري انك تلعب فيهم الدوري. عندك كم هائل من الارتباطات السنه الجايه، وعندك اولمبياد ومنتخب مصر ومنتخب اولمبي، وكمان المنتخب الاولمبي ده محتاج معسكرات، والمنتخب الكبير محتاج معسكرات، والنادي الاهلي الدوري السوبر حسبناها بالظبط كاس العالم او كاس العالم 154 يوم اللي هم نص المده ده لغايه شهر 8 اللي جاي. انا مع ثابت جدا في اللي هو بيقوله. ممكن الصوره الثانيه اجيب لك كلامك. ممكن تكمل لغايه سبتمبر. انت المفروض اصلا يعني كان المفروض تخلص الدوري قبل بدايه الاولمبياد. ده الطبيعي في اي دوري في العالم. طبعًا. انت بتخلص احنا كده برضو هنخش في فتره ايه، ان لعيبه النادي الاهلي هتروح تلعب فين في الاولمبياد. وهتحصل نفس المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت ايام اكرم توفيق والشناوي وكان في حجازي. لا وهتحصل نفس المشكله بتاعت كاس عالم الانديه في الامارات. لما لعبنا كاس عالم الانديه في الامارات كاس الامم. لا بس العكس بقى، هتلعب في السعوديه وبعد كده اللعيبه تطلع على كاس الامم مع المنتخب الاول. لا الموسم ده بصراحه عشان كده موسم صعب. مهم ايه دلوقتي؟ ان انت تدي راحه للعيبه. دي اهم حاجه دلوقتي. انت داخل على موسم النادي الاهلي هيلعب 73 ماتش السنه الجايه في كل البطولات. صحيح. 73 مباراه. فانت مهم جدا ان انت تدي فتره راحه. كان مناسب ده بصراحه موسم المجموعتين. طبعا بكل امانه. كان افضل موسم تلعبه بنظام تونس. تلعب بقى نظام يعني تحاول انت مثلا لا تعمله على جولتين، لا تعمل مجموعتين وبعد كده تعمل مربع ذهبي. انما احنا بنلعب دورين 34 ماتش بالنظام ده استحاله. الموضوع صعب جدا. مش هتخلص قبل 1 اغسطس. الموضوع صعب.
يعني بالنظام ده انت عندك الاولمبيات هتخلص بعد الاولمبيات كمان، فهو هم خلاص هم احنا متعودين على كده، فغالبا الموسم ده هيخلص برضه في اخر شهر 8 بالكتير يعني او 1/9 ده المتوقع كمان. وهيبقى بقى ايه النادي الاهلي لعب، يعني انت هتخلص في 1/9 ولا في اخر 8، وهيبقى النادي الاهلي لعب 73 ماتش في الموسم الجديد، 73 مباراه لو وصل النهائيات. لو وصل النهائيات. كريم، اللائحه السنه دي طلعت، ايه رايك؟ نقول كده بعض النقاط اللي شفناها من اللائحه، وبصراحه يا بعض النقاط يعني في نقاط لطيفه وفي نقاط انا بصراحه ما فهمتهاش. يعني مثلا اول نقطه مثلا يعني ان لا يسمح لمدير فني ان هو يدرب اكتر من فريقين في الموسم، ولو هو مستقيل خلاص مش هيدرب، لو فريق اقاله من حقه ان هو يدرب فريق واحد بس. طب انا بس انا بفترض الراجل تمت اقالته لاختلافات او انا اسف يعني مدرب مثلا، بقول مثلا كانه ما بيحصلش في مصر يعني، بقول مثلا المثل ده من دوله كوالالمبور، مدرب اتخانق مع رئيس نادي واختلف واقاله، الراجل راح لفرقه ثانيه مثلا ورئيس نادي اخر اقاله، طب الراجل يعمل ايه؟ ذنبه ايه؟ ما اقول بقول مثلا يعني. فهل القاعده دي لما اتحطت على كل احوال المدربين؟ لا طبعا، انا متفهم في بعض المدربين الفنيين بيقعدوا يتنططوا، اول ما بيكسب 5 مع فريق ويبقى بياخد مثلا 5 قروش، يجي له فريق تاني يقول له طب تعالى اديك ادفع لك شرط الجزائي واديك 20 قرش على طول، بيعمل ده صح بيحصل. بس السؤال هنا برضه في نفس الكيس، في مدربين بيلتزموا بس رئيس النادي هو بيختلف معاه، طب هتعمل في الكيس دي ايه؟ طيب برضو دي نقطه مهمه قوي يا كابتن اسلام، قال لك لا يجوز لاي نادي التعاقد مع لاعبين جدد الا في حدود الميزانيه المقدمه في ملف التراخيص. نقطه جميله ونقطه عظيمه، بس بجد هل كان بيطالب بالكلام ده السنه اللي فاتت النادي الاهلي؟ بجد والله السؤال بقى، هل النقطه دي فعلا هتنفذ؟ يعني فعلا النهارده بنتكلم ان في عدد من الانديه بتمر بمشاكل اقتصاديه، وبصراحه هنا يحضرني الكابتن حسن حمدي ومجلس النادي الاهلي، حتى الكابتن محمود الخطيب اللي كان مع الكابتن حسن حمدي من زمان، وهم بيصرخوا يا جماعه الكوره بتتحول لنظام اقتصادي. يعني النادي الاهلي بصراحه لحق نفسه وقدر النهارده يوفر ويبدا يشتغل ان هو يطلع موارد لنفسه. ايوه النهارده مثلا في وجهه نظري النادي الاسماعيلي مثلا وهو بيحط ملف التراخيص بتاعته كابتن ثابت في بطوله الدوري، ايه المبلغ اللي هيحطه عشان يتعاقب مع لاعبين جدد كابتن اسلام؟ نادي الزمالك، نادي المصري، نادي الاتحاد، بيراميدز اعتقد من الانديه. طبعا بنتكلم لا نادي بيراميدز برضو حاله خاصه شويه، نادي بيراميدز عنده موارد كويسه، فدي برضو نقطه، هل النقطه دي هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ هنستنى ونشوف. طيب نقطه برضو الكويسه جدا انا شايفها دي كويسه قوي قوي قوي، ان يمكن قيد اي نادي يمكن قيد 3 لاعبين اجانب في المراحل السنيه المختلفه ولم يحدد المرحله السنيه. يعني اي نادي من حقه ان اي 3 لاعبين اجانب تحت السن في اي فئه عمريه انت عايزها. بمعنى احنا السبت كنا قلنا كان في قاعده 2001 لاعب واحد 2001 واحد 2003 وواحد 2005 يعني 2005. لازم واحد في كل فئه السنه دي فتحها لك، عايز تتعاقد بالثلاثه في 2003 انت حر، عايز تتعاقد 2005 انت حسابك مفتوح. انا بشوفها دي حاجه كويسه في حته ايه؟ ان احنا نقدر النهارده نحضر لاعبين اجانب صغيرين تجيبهم بسعر قليل، تحسبا مثلا لو انت عندك مثلا لاعب اجنبي كبير في السن انت شايف ان هو مش هيستمر معاك اكتر من موسم او موسمين، فتبدا تحضر اللاعب الصغير ده ان هو يحل مكانه بعد سنه او سنتين بشكل جيد، ممكن كمان تطلعه اعاره ويفضل على قائمتك وبعد كده تستغل. فدي نقطه كويسه جدا. نيجي بقى للنقطه في وجهه نظري النقطه الغريبه قوي، لما جمعت فلوس اي نادي هيشارك في الدوري الممتاز لقيت ان كل نادي هيدفع عشان يلعب في الدوري والكاس هيدفع 2 مليون جنيه اشتراكات. ايه هم بقى عشان نفصصهم؟ الفريق الواحد هيدفع 100,000 جنيه اشتراك في رسوم المشاركه في الدوري الممتاز، 50,000 جنيه مشاركه في رسوم المشاركه في كاس مصر، وهتدفع 1,750,000 جنيه أوكي. هتدفع للحكام. طيب انا هدفع 1,750,000 جنيه انا كنادي هدفعهم للحكام، طب ده ايه؟
يعني هدفع انا رواتب الحكام؟ انا هدفعها؟ ده الطبيعي، ده الطبيعي من زمان، ده ماشي من زمان. ماشي، طب من زمان كان بتحصل، بس ما كانش بقى مش من اتحاد الكوره، كانت بتبقى من الانديه. طيب ماشي يا كابتن سليم، 100,000 جنيه كشف توفير خدمه الكشف على نشطان، يبقى كده دفعت اجمالي 2 مليون جنيه، وانا متفق معاك. طيب انا كسبت الدوري، كسبت، دفعت كل ده وكسبت، هاخد كام؟ مبروك كسبت الدوري، مبروك بجد والله. انا هاخد كام يعني؟ دفعت ملايين وبتاع. ايوه انا هدفع 2 مليون جنيه، انا هدفع 2 مليون جنيه. وهي طبعا في نقطه مهمه، السفريات والانتقالات بتاعتي بين المحافظات انا اللي بدفعها، الاتحاد ما يدفعليش حاجه. طب السؤال هنا، انا بجد والله التنافسيه دي انا في الاخر خدت ايه؟ اعتقد المكافاه بتاعت البطل الدوري مليون جنيه، او الكاس بتاعت الكاس مليون جنيه، والرابطه والرابطه برضو والسوبر ليها بطوله. الدوري مفيش، لا الدوري مفيش بجد، باخد درع وبس. طيب بس. فدي نقطه برضو احنا محتاجين لازم يتم دراستها من رابطه الانديه. ما ينفعش النهارده ان انا ادفع هذا الكم من الاموال وفي الاخر اخش في تنافس وما اخدش في الاخر شيء. مهم قوي 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 ان انا النهارده اخد الحته بتاعت ان انا الانديه تدفع 2 مليون جنيه اوكي، ويكسب. الكاس تبع الرابطه تمام، والسوبر برضو لما كان في الامارات كان بمبلغ مالي، لكن الدوري ما فيش خالص. يعني الدوري ما ينفعش لازم يتحط له مكافاه ماليه كويسه، وبرضو ما تبقاش مليون جنيه. يعني النادي مش هيدفع كل المصاريف دي طبعا، وفي الاخر اخد دوري وتقول لك جايزه مليون جنيه. المليون جنيه برضو يعني ما عادش جايزه دلوقتي، يعني اقل جايزه دلوقتي مليون جنيه قليل. يعني برضو في كاس مصر جايزه مليون جنيه دي قليله جدا. طيب النادي الاهلي هو النادي الاعظم والاكبر والاكثر تحقيقا للالقاب هذا الموسم، ده شويه الاحصائيات اللي عندك في عام 2023. في الاحصائيه بتقول عندك حاجه ثانيه يا كريم؟ نعم. لا لا لا، دي كانت اخر نقطه. النادي الاهلي اكثر نادي حقق انتصارات في عام 2023 في العالم. النادي الاهلي حقق 31 انتصار في السنه دي من بدايه السنه، يليه مانشستر سيتي 27 انتصار، يليه مانشستر يونايتد 24 انتصار. فده طبعا يحسب لمارسيل كولر، وطبعا ده يعني بياكد كمان النادي الاهلي اكتر نادي في العالم لاعب مباريات السنه دي. يعني لعب 44 مباراه في عام 2023 من بدايه السنه. الناس بتقعد تتكلم بنأجل الماتشات ليه، النادي الاهلي اكتر نادي في العالم لعب ماتشات يا جماعه. صحيح. هات الاحصائيه اللي بعدها هتلاقي ان هو اكتر نادي في العالم لعب ماتشات، اكتر نادي في العالم حقق انتصارات، اكتر نادي في العالم حقق بطولات 4 بطولات. مانشستر سيتي اخذ 3 من بدايه السنه، وعندهم السوبر وعندهم كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي عنده السوبر الافريقي اللي هو هياخده كل ده ان شاء الله، والدوري اللي هو الدوري الافريقي لكره القدم، وعندنا برضو كاس السوبر لو اتلعب السنه دي، الكاس اللي هو الحالي. فالمنافسه ما بين النادي الاهلي ومانشستر سيتي السنه دي هتبقى ان شاء الله على اكثر نادي في العالم تتويج في كره القدم بالبطولات، واحتمال في مواجهه ما بينهم في كاس العالم للانديه. احتمال، اتمنى نبعد يعني. في نشوف في احصائيه بقى مهمه جدا لمارسيل كولر، مين اللعيبه السنه دي اللي مارسيل كولر حط بصمته عليهم، او مين اللعيبه اكتر اللعيبه اللي ساهمت في اهداف تحت قياده مارسيل كولر منذ توليه المهمه. قدامنا الارقام اهي، اكتر لاعب ساهم في اهداف السنه دي مع النادي الاهلي علي معلول. اوكي. علي معلول سجل 10 اهداف وصنع 16 اسيست، ساهم في 26 هدف، رقم واحد علي معلول. رقم اثنين حسين الشحات السنه دي صانع 13 جون ومسجل 10 تجوان، يعني مساهم في 23، يبقى معلول 26 حسين الشحات 23. التالت مين؟ كهربا. كهربا سجل 15 جون، وده تاني اعلى موسم في تاريخ كهربا بيسجل فيه اهداف بعد موسمه مع اتحاد جده السعودي في السعوديه. صنع 5 يعني مساهم في 20، يبقى كهربا رقم 3. بيرسي تاو رقم 4، سجل 9 وصنع 7، ساهم في 16. محمد شريف رقم 5، سجل 14 ما صنعش ولا جون، ساهم في 14 هدف. احمد عبد القادر سجل 10 اهداف صنع جونين ساهم في 12 هدف. رقم 7 محمد مجدي قفشه، رغم ان هو بيلعب بديل كتير ولكن هو مساهمته كويسه جدا، سجل 4 وصنع 7 ساهم في 11 هدف. دول اكتر 7 لعيبه في النادي الاهلي معديين ال 10 اهداف مساهمه تحت قياده مارسيل كولر، معلول الشحات كهربا تاو شريف عبد القادر قفشه. اوكي كريم، مباراة بيراميدز وهزيمة الأهلي بثلاثية. طبعا أكيد مباراة نادي بيراميدز، يعني شفنا المباراة دي كتير في سيناريوهات نادي الأهلي يكون بيحسم الدوري.
قبل نهايته بثلاث اسابيع او اربعه، شفناها مع مستر مانويل لما جه في احد المواسم، اعتقد اسلام اداك وراحه عشان كان النادي الاهلي هيلاعب النادي الاسماعيلي سيمي فاينل الكاس، ولو كسبت لاعب الزمالك في الفاينل، وكان برضو ساعتها الدوري كان مضغوط جدا وكان باقي الاهلي ماتشين، ماتش مع الزمالك وماتش مع الاسماعيلي. كان اكتر من ماتشين. نعم كان اكتر من ماتشين. كان بس كان الزمالك كان اربعه او خمسه. الزمالك كان الزمالك كان الماتشين برضو اتلعبوا ورا بعض، النادي الاهلي لعب نادي الزمالك برضو بالصف الثاني واتغلب 2-0، وبعد كده لعب الاسماعيلي في اسماعيليه واتغلب 1-0. فالمباريات دي من نوعيه المباريات اللي اكيد بيحصل فيها عدم انسجام وعدم تناغم، وبرده كمان هو كولر حاول في الشوط الثاني يعني يضخ بعض الاسماء الاساسيه في محاوله للعوده للمباراه، لكن ما فيش توفيق، وده انا بشوفه امر عادي ما فيهاش اي ازمه خالص. المباراه طبعا اكيد ممكن برده قال كلمه حلوه قوي عجبتني، ان هو برده اصر ان هو في بعض اللاعبين هو ما قالش اساميهم، اداهم دقائق زياده عشان عايز يحكم عليهم قبل ما ياخد قراره النهائي بالنسبه لقائمه الموسم الجديد، وده امر يؤكد ان الراجل عينه على الناس كلها وفير عشان تبقى الدنيا واضحه. انت جات لك فرصه، انا النهارده طبعا داخل على موسم يعني زي ما ثابت كده شرح من شويه بكل امانه ما فيهوش اي مساحه للمجاملات، ما فيهوش اي مساحه حتى ان انا اقدر يعني اجي على نفسي شويه، صعب جدا الموسم الجاي بصراحه، محتاج كل اللعيبه اللي هيتأيدوا في القائمه يبقى كلهم على نفس المستوى، لان انت هتحتاج ان انت تريح ده في ماتشات مهم، مش هتريح في ماتش انا اسف يعني كلاس بي او ماتش متوسط. فانا بشوف ان هو تعامل مع هذا الامر بشكل جيد، واحب بس في النقطه بتاعه برضو احب اعقب عليها بتاعه حسين الشحات، ان انا النهارده انا في وجهه نظري مجلس اداره النادي الاهلي نقطه مهمه جدا، والنهارده بصراحه اجتماع مهم للناس لما بنيجي دايما الولاد الصغيرين الاهلاويه اللي بيجوا يسالوا يا جماعه يعني ايه مبادئ النادي الاهلي؟ مبادئ النادي الاهلي هي ان اللائحه بتقول ان حسين الشحات يتعاقب مثلا يعني بخمس قروش. مجلس اداره النادي الاهلي شاف ان حسين لا خطاه محتاج تغليظ او محتاج تجديد. ده النادي الاهلي ما بيستناش حد يصحح له، النادي الاهلي يعني بنفسه ومن ذات نفسه بيطلع العقوبه، وعقوبه بتبقى رادعه عشان ما نعملش ده ما يصحش. احنا دي مش تصرفاتنا ومش اخلاقنا، وما ينفعش احنا نعمل تصرفات اي لاعب لابس تيشيرت النادي الاهلي. فالنادي الاهلي دايما بيصحح نفسه. اي حد بيسال ايه هي مبادئ النادي الاهلي، ببساطه كان ممكن ببساطه جدا 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 النادي الاهلي يعمل زي انديه كتيره بتنجرف لخناقه السوشيال ميديا، وبلاش بقى النهارده يبقى نسيب الفرصه ده يشمت فينا وده مش عارف يعمل، لا ده مش موجود في قاموس الاهلي. انا غلطت، انا اللي بحاسب نفسي وانا بعاقب نفسي، وبحيي بصراحه حسين الشحات على البيان اللي عمله وان هو التزم و يعني اعتذر على التصرف اللي عمله. وبس هقول كلمه واحده بس لمحمد الشبيه في وجهه نظري، محمد الشبيه طالما ان انت كزميل ليك جالك في اوضه اللبس وانت قبلت وكان واضح ان انت قبلت بمحض ارادتك الصلح، ودي علاقتكم الشخصيه كلاعيبه وكمان في مجال واحد يعني ده اصحاب المجال الواحد بيبقى في ما بينهم كده قوانين معينه، انت قابلت بكل امانه فكره ان انت تمشي وتطلع العمره ويجي لك تليفون وتسيب العمره وترجع عشان نضخم ونخش في امور في الاخر هتنتهي الى لا شيء، ده مليون في المية اكيد بعد سؤال لناس كتيره جدا مسؤولين. اعتقد مش من يعني مش من شيم اللعيبه في نفس المجال او نفس الزملاء في نفس المجال ان احنا في الاوضه نقول حاجه ولما نطلع بره خلاص انت قبلت الاعتذار وكان الموضوع انتهى، وهو الراجل اعتذر لك بدل الاعتذار ثلاثه وفي بيان رسمي. فكنت اتمنى الموضوع ينتهي في اوضه الليل، بس انت حبيت انت تكبر الموضوع، ما في حقك مفيش مشكله، وبرده من حق حسين الشحات ان هو يتوجه لنفس الشارع اللي انت سلكته وياخد حقه بالطريقه اللي هو شايفها. بس كده احمد. بالنسبة مارسيل كولر خلى خسارة يعني خسارة ماتش أو إن الفرقة تكسبنا ماتش بالنسبة لهم بقت بطولة. أنا بشوف بصراحة إن بيراميدز مأفورين قوي مع النادي الأهلي بصراحة. الموضوع مش طبيعي، يعني أنت لازم تحسن علاقتك بالنادي الأهلي. أي نادي بيحسن علاقته بالأهلي بيحصل على بطولة. على فكرة يعني فيوتشر لما علاقته كانت كويسة وقدر إن هو ياخد صفقات إعارة من النادي الأهلي أخد بطولة كأس الرابطة. سيراميكا اللي اخذ بطوله كاس الرابطه السنه دي ليه؟ ما هو اخذها بلاعيبه النادي الاهلي عار، لكن طول ما انت علاقتك مش حلوه بالنادي الاهلي او ان انت دايما يعني معلش النهارده كابتن هاني سعيد لما جه
وحضر الموقف وبيصالح ما بين حسين الشحات والشيبي، يطلع بعدها بخمس دقايق ولا بعشر دقايق في البرامج يطلع ينتقد النادي الاهلي وينتقد حسين الشحات. طب انت كنت واقف معاهم، ما انت ده انت شاهد على الواقعه وانت اللي كنت بتصالح ما بين الطرفين، يعني المفروض خلاص بقى ان انا هدي الدنيا. هو ما شافش، ما شافش ازاي يعني؟ مش عارف. انا بقول لك اللي قاله. لا يعني ايه يعني كده؟ يعني ايه ما شافش؟ قال كده ماشي. طب كده ده قال كده في بيان رسمي وفي التليفونات اللي عملها، قال لك هاني قال يعني انه ما شافش حسين، يعني ما شافش الفيديو، ما شافش الواقع يعني. ما شافش الواقع بصراحه. انا بحس ان يعني لا ان هي ان هي شافها يا جماعه. شيب هو اللي اتضرب، صاحب الشأن نفسه، صاحب الشأن نفسه اتصالح. انا اسف يعني، صاحب الشأن نفسه كان موجود واتصالح وباس وحضن وعمل كل حاجه، الموضوع خلص خلاص يعني. والناس وبرده الراجل يعني الموضوع ايه لازمه كده تحس؟ معلش معلش ممكن اقول حاجه بس؟ انا راجل يعني لعبت وشفت من الامور دي كتير جدا، ما بيننا ما بيننا وما بين بعض كلاعبين، ما بيننا وما بين بعض في الفريق الواحد، وما بيننا وما بين اللاعبين اصدقائنا زملاء في الفرق الثانيه، وكانت اكتر من كده بكتير بكتير. انا يعني شاهد على وقائع كثيره جدا وقد اكون طرف في بعضها، وما كانش بيحصل حاجه. طب سلام، الموضوع بيخلص وبينتهي وبروح بشوف لو انا اللي غلطان بكلم زميلي بالليل اقول له ما تزعلش مني، لو انا في نفس التوقيت بروح له واقول له انك هتشوفه تاني، انا هشوفه تاني. لا زميلي صديقي زي ما انت قلت. فهي في النهايه انا بشوف ان يعني اوكي، كل واحد او كل مجلس اداره او كل اداره تنفيذيه لها مطلق الحريه في اختيار ما ترى مناسبا لمصلحه ناديها من وجهه نظرهم طبعا، ولكن زي ما انت قلت كل واحد يتحمل كل اموره. النادي الاهلي ينظر لمثل هذه الامور. على فكره انا قلت نفس الكلام اللي انت قلته ده في بدايه كلامي، النادي الاهلي ده ما بيعملش كده علشان منظره ولا لقطه ولا صح. لا، النادي الاهلي الكابتن خطيب وادارته بتعمل كده دلوقتي عشان بعد 100 سنه صح. لو حصل حاجه يرجع. لا احنا في سنه 2023 عندنا لعيب غلط في حد وغلط امام الجميع، وكنا واخدين البطوله وكنا عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين صح. كذا، وتم اقراره ساعتها 500,000. ساعتها ال 500,000 مش هتبقى فلوس بعد 100 سنه، فهيقول له ساعتها ال 500,000 دي كانت فلوس، فان انت تخصم منك 500,000 جنيه كانت حاجه كبيره جدا جدا جدا، بعيدا عن او دون انتظار قرار لجنه انضباط ولا صح. قرار مش عارف مين ولا قرار مين ولا قرار مين. بصراحه انا برضو زعلان من نادي بيراميدز تحديدا، زعلان من الملاك، ناس كويسين جدا، اعتقد ان هم مش هيبقوا راضيين عن ليه رئيس النادي دايما انت واخد موقف من النادي الاهلي. ايه سبب الموقف ده؟ يعني النادي الاهلي عمل لك ايه عشان كل ماتش تطلب بحكام اجنبي، والماتشات الانديه الثانيه ما تطلبش حكام اجنبي، مش عارف حاجات غريبه كده. يعني انت عشان تستثمر في مصر لازم تكسب النادي الاهلي، لازم تكسب جمهور النادي الاهلي. في الكوره في مصر يعني بنسبه 90% او 95% لازم تكسب جمهور النادي الاهلي. هي. لاي مستثمر، اي مستثمر داخل، انا بحترم جميع المستثمرين، لكن اداره نادي بيراميدز تحديدا في حاجه غريبه، في حاجه محتاجه أنا توضيح. انا بشوف ان يعني هم كمجلس اداره او ملاك للنادي كلهم ناس محترمه وعلى دماغنا من فوق، كلهم ناس واصدقاء وكبار جدا يعني، ربنا يكمل لهم على خير، ولكن قد تكون الامور في الاداره التنفيذيه وكل واحد له فكره. بس كل واحد له فكره. خلي بالك بس انا فكري الفكر ان انا اتعنت ضد النادي الاهلي، هل ده الفكر من وجهه نظرك؟ على فكره انا برضه عشان ما حدش يقول لك انت بتدافع عن حد، انا لا ادافع، ولكن انا باخد الطرف الثاني. انا وجهه نظري كطرف او كرئيس تنفيذي او كمدير نادي او كبتاع، ان انا شايف ان انا مصلحتي امشي في الطريق، مصلحتي امشي في الطريق ده. فانا بعمل مصلحتي، مالكش دعوه بقى انت كنادي اهلي او كغيره، انا مش ضدك. بس في بقى نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، هم بيقولوا كده على ماشي بس هقول لحضرتك على حاجه. مصلحته ثانيه، مصلحته ان انا وهو داخلين في صفقه، هو كسبني في الصفقه، خلاص ده مصلحتك براحتك بالزبط. لكن ما تاذينيش في حاجه، اللي هو ايه يعني الموضوع ما يبقاش شخصي مع النادي الاهلي تحديدا. هو بيقول ان هو مش شخصي ازاي يعني؟ لما تجيب حكام اجنبي الماتش الاهلي السنه اللي فاتت وباقي الماتشات ما تجيبش حكام اجنبي، ده ازاي يعني؟ ليه التعنت ضد النادي الاهلي من نادي بيراميدز تحديدا؟ اقول لك اللي بيتقال منهم وانا مش موافق على الكلام ده، بس اقول لك اصل الاسلام بيدافع عن الناس يعني، لكن انا مش قصدي والله. أيوة باخد تاخد الجنب التاني، الجنب الاخر. لا هو بيقول لك انه النادي الاهلي هو النادي الاكبر والاهم والاعرق وكذا وكذا، وهو اللي بياخد البطولات، فبالتالي لازم نجيب حكام اجانب عشان لو يعني تبقى الدنيا فيها فير اكتر من هو بيقولوا كده. وبصراحه مادام ماتشه بيقولوا والله لا صح. ايوه صح، فعلا بيقولوا كده. ومادام ماتشه هو حر، انا لسه كنت عايز اقول لك يعني مادام
ماتش وحر وحر يعمل وحر صح. هو شايف ان الطريق ده ان هو يسلكه اسلك الطريق ده. شايف ان انت تبقى ضد النادي الاهلي خليك ضد النادي الاهلي. هو النادي الاهلي خسران حاجه؟ معلش يعني باحترامي النادي الاهلي لا طبعا. لو كان ده بيحصل مع نادي من اقرب والانديه اللي موجوده في النادي الاهلي، كل الانديه قريبه من النادي الاهلي، ولكن حد يبقى قريب او نادي كبير قريب من النادي الاهلي وحد لعيب عنده عمل كده، النادي الاهلي ما كانش هيخصم من حسين الشحات؟ كان هيخصم ولا ما كانش هيخصم؟ كان هيخصم طبعا. صح ولا مش صح؟ هي دي الفكره، ان انا كنادي اهلي بارسي مبادئ واخلاق ومبادئ وامور اخلاقيه قبل اي شيء اخر. صح. بعيدا عن اسم النادي اللي انت بقى كنادي اخر بيراميدز او غير بيراميدز، بيراميدز وغيرهم لهم كل الاحترام طبعا، لكن بيراميدز او غير بيراميدز انا بشوف ان انا لا وجهه نظري كمدير تنفيذي او كرئيس تنفيذي او كاي اسم او اي مسمى يعني للي موجودين ان انا اخد الاتجاه اللي هو ارفع قضيه على حسين الشحات في النيابه واروح اقول هنا ان هو غلطان واروح اقول هنا ان هو غلطان واروح اقول ان هو غلطان. صح؟ هو كم واحد سمع الكلام ده؟ كم واحد مصدق الكلام ده؟ كم واحد وافق على الكلام ده؟ لكن حسين يجب ان يعاقب، عوقب من النادي الاهلي من بيته، عوقب من لجنه المشابهات من رابطه الانديه، وبالتالي وتقبل العقوبه هنا وتقبل العقوبه هنا، ولو في اي حاجه تانية هيتقبلها. صح. ليه؟ ليه؟ لا ليه؟ لانه اخطا. صح اخطا وهو ذات نفسه نزل بيان على صفحته واعتذر للناس وكان تخيل مقدار الترصد مع حسين تحديدا في هذا الامر. ايه؟ قال لك اصل هو في البيان اللي نزله على صفحته لم يعتذر للشيبي. يا جماعه هو ما اعتذرش للشيبي لانه اعتذر له قبل كده في فيديو ظهر على الناس كلها. فيعني ترصد وكل حاجه، ولكن كل واحد تاكيدا للكلام ده. كان في بطوله تنس طاوله في البطوله العربيه وكان في اتنين لعيبه برضو عملوا مشكله والنادي الاهلي رجعهم، اخذ قرار بكده في المغرب في المغرب وغرمهم رغم ان هم كانوا اتنين لعيبه كويسين جدا. ده ترسيخ او معنى النادي المبادئ ونادي القيم في النادي الاهلي. لا وفي نقطه هنا بقى نوثقها بقى. نادي بيراميدز في البيان اللي اصدره على الواقع على لسان الاستاذ ممدوح عيد رئيسه التنفيذي استشهد بمبادئ النادي الاهلي في البيان ده، البيان كابتن اسلام. وطبعا المهندس ممدوح عيد طبعا كان اوريدي كان شغال في النادي الاهلي ايام الكابتن حسن حمدي، والمهندس عادل القيعي اعتقد شرح امبارح للساده المشاهدين كانت ايه نقطه الخلاف، ربما يعني ما زال ليها بعض الاثار عند الاستاذ ممدوح عيد. بس نقطه مهمه بقى، هو استخدم في البيان كلمه مبادئ النادي الاهلي وقال ان النادي الاهلي نفسه عمره ما يفوز ماتش. صح. السؤال هنا بقى، نادي بيراميدز عاقب، هل عاقب عامل غرف الملابس اللي كان على دكه البدلاء الاداري اللي كان على دكه البدلاء واللي قام بحركه مشينه تجاه جماهير النادي الاهلي وكل وسائل الاعلام تناولت يعني الفيديو اللي صوره طبعا زميلنا محمد مصطفى اللي بنحييه يعني على اللقطه كانت انفراد بصراحه. السؤال هنا النهارده عدى قد ايه يا كابتن اسلام من ساعه المباراه؟ المباراه فاتت عليها انا ما يهمنيش ان النادي، انا وجهه نظري بقى انا ما يهمنيش ان النادي بيراميدز هو يعاقب لان انا ما يعني لا ما استشهد انا بتكلم على استشهاده. لا انا اللي يهمني ان الاتحاد الكره اللي طبعا والرابطه اللي تعاقب. ليه؟ لان نادي بيراميدز في الاخر هو حر مسؤول عن المجموعه بتاعته. لكن صح. انا ما يهمنيش لان ما حدش هيعمل زي النادي الاهلي ما عمل. اسمع اللي بقولك عليه، هتنزل بس هيعمل اللي أي. النادي الاهلي عمله. صحيح. ان انا اجيب حسين الشحات واخصم منه نص مليون جنيه. انت بتهزر؟ لا لا ما حدش يعني انت عايز ان هو يعمل كده؟ طبعا ما حدش يعمل. مع انه ما يفرقش معايا نادي بيراميدز انا جدا يعني هو ما عندوش اي ضغط مش اي ضغط مفيش اي وسائل وده مش لا خلي بالك وده لو حصل لانه ممكن يحصل بعد الكلمتين دول كويس والله انا عارف انا بقول لا مش كويس لانه اذا ما كانش اذا لم يكن نابع من جوه الناس يبقى ما هو الا لقطه هي دي اللقطه الحقيقيه اللي هم يعني لو حد عملها تبقى بياخدها ولكن انا اللي يهمني ان يتم عقابه من قبل الاتحاد الكره والمسؤولين مش فارق معايا انا نادي بيراميدز هم حرين يحاكموه ما يحاكموهمش دي حاجه وتخصهم ولانه النادي ما بقالوش سنتين اكيد عنده طبعا قيم ومبادئ وكل حاجه ولكن في النهايه كل واحد حر وكل واحد بيكيف ما يراه من وجهه نظره يعني فعشان كده بقول لك انا اللي يهمني لا هي رابطه الانديه مش خالد بالفيديو الخارجي أيوة. طب ما تاخد بالفيديو ده كمان وتشوف الدنيا فيها ايه اتفضل صح
لا انا طبعا بالنسبه بقى للفني، احنا الفتره دي فتره خلاص راحه، هو مارسل مستر مارسل كولر يعني يريح اللعيبه، بكره هنشوف لعيبه شباب كتير في الموجودين زي احمد خالد كباكا، لعيب كويس جدا مواليد 2005، ده بكره ان شاء الله مستقبل يعني لعيبه مستقبل زي مواليد 2005. لو نجيب حتى الهدف بتاع ماتش الاهلي والدفاع الجوي، كان ماتش كان عمل فيه شغل كويس. برضو في معتز محمد بكره هنشوفه مساك كويس جدا، واحد من المساكين الصاعدين بشكل ممتاز في قطاع الناشئين. ده اللي في الصوره، ده احمد خالد كباكا، ده ممكن بنسبه كبيره يكون بكره موجود في التشكيل. برضو ميدو نبيل اهو اللي معاه الكوره، ده برضو موجود بكره. احمد خالد كباكا اهو بص اللي عمل التمريره لميدو اسامه. فان شاء الله بكره الشباب يعني يكون الناس برضو ما تحطهمش تحت ضغط كبير. نتمنى ان احنا نكسب لاعب او اتنين في ماتش زي ده تفرق معاك. انت النهارده مارسيل كولر بيلعب بثلاثه ارتكاز، لما تكسب واحد زي احمد خالد كباكا معاهم يبقى كويس. النهارده انت محتاج مساك، خاصه ان الاربع مساكين في ثلاثه منهم عدوا سن ال 30، ومحمد عبد المنعم بس هو اللي تحت ال 30، فانت محتاج مساك خامس معاهم زي مثلا معتز محمد ده جايب 6 جوان السنه دي في دوري الجمهوريه في قطاع الناشئين، مميز بضربات الراس. في احمد اشرف ومحمد اشرف الاثنين اخوات على فكره، احمد اشرف اللي هو اللعيب الجناح برده موجود معانا صوره ليهم، احمد اشرف ومحمد اشرف الاثنين دول برده موجودين اخوات. في زعلوك راس الحربه القادم من وادي دجله برده ممكن بكره نشوفه. ففي كوكتيل بكره من القطاع الناشئين ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا موفقين في الفتره دي. بالنسبه تحديدا لكولر، كولر كان ممكن البعض يقول لك ان هو من ساعه ماتش الزمالك كان المفروض يريح اللعيبه، وانا بصراحه كنت اميل للراي ده التاني. ممكن الراي التاني اللي هو راي كولر يقول لك لا، انا كنت عايز، كولر دايما جعان بطولات وجعان ارقام، عايز يعمل انتصارات دوري بلا هزيمه، وعايز يوصل للريكورد الاعلى في النقاط. فهو خلاص ما قدرش ان هو يحقق ان هو الدوري بلا هزيمه او اعلى ريكورد، فقال لك لا انا ادي بقى الراحه عشان عندي 73 ماتش في الموسم الجاي. فقال لك ابدا بقى ادي راحه ودعم بيه الشباب اللي هنشوفهم بكره في الماتش. صفقات نادي الاهلي او صفقه نادي الاهلي طبعا اكيد يعني امام عاشور، زي ما قلنا كابتن اسلام، امام عاشور واحد من افضل لاعيبه خط الوسط في مصر حاليا، وانا عجبني جدا امام برضو في الفتره الحاليه ما بيتكلمش كتير في الميديا، وواضح ان هو شخصيه مختلفه بصراحه عن قبل كده. انا بتمنى له التوفيق، وانا متاكد ان امام عاشور زي ما قلنا قبل كده هو القطع الناقصه في طريقه مارسيل كولر. مارسيل كولر واحد من المحبين طريقه 4-1-4-1، ودايما هو ما بيحبش البلاي ميكر اللي هو رقم 10 الكلاسيكي، ده اتثبت لنا بصراحه على مدار الموسم. هو بيحب اتنين رقم 8، وبيحب ان الاثنين دول يبقوا دايما عندهم زيادات هجوميه وعندهم نفس القوه طبعا في صوت الارتداد، فطبعا حاجه مهمه جدا وواضح جدا جدا. افاجئك بالاسلام، مارسيل كولر من محبي اللعيبه اللي عندهم ورك ريت عالي، اللي عندهم معدل ركض بدون كوره، عشان النقطه دي مهمه جدا. احنا بنقيس الورك ريت بدون كوره، يعني ايه بدون كوره؟ وانت رجليك ما فيهاش كوره بتعمل ايه؟ هو بيحب اللي بيجري، اللي عنده، اللي بيغطي اكبر عدد من المساحات الهجوميه والدفاعيه وما بيتمشاش. هو ما بيحبش اللعيب اللي بيتمشى او بيهرول، ما يحبش اللعيبه دي، هو يحب اللعيب اللي يجري، فدايما عينه بتروح للناس دي. فانا في وجهه نظري امام عاشور مناسب للغايه لاسلوب لعب مارسيل كولر، وان شاء الله باذن الله هو وزمايله، واكيد طبعا ما زلنا منتظرين عدد من الصفقات الجديده باذن الله في الفتره الجايه. ان شاء الله تبقى قايمه وسكواد قوي يقدر يقدم لنا موسم ناجح زي الموسم ده، ونحقق باذن الله الالقاب كلها دي عشان يبقى موسم تاريخي، زي ما برضو جيلكم يا كابتن اسلام قدر على مدار موسمين ان هو يحقق 10 بطولات في موسمين متتاليين، تقريبا كانت حاجه اعجازيه يعني في تاريخ كره القدم في العالم كله، ان الفريق يخش كل البطولات اللي دخلها كسبها ما عدا المونديال يعني، وخدته برونزيه. فنتمنى ان شاء الله مارسيل كولر يعيد هذا الانجاز السنه الجايه باذن الله. علي معلول ان شاء الله مستمر مع النادي الاهلي. علي معلول بيحقق اعلى ارقامه التهديفيه السنه دي، بقاله 7 سنين مع النادي الاهلي، بنقول له يعني كل سنه وهو طيب. دي السنه السابعه مع النادي الاهلي، بقاله 7 سنين. لو استعرضنا بس ارقامه هتلاقي ان ارقامه مع مارسيل كولر السنه دي اعلى ارقام تهديفيه لعلي معلول من اول ما جه. يعني 2016 2017 لعب 39 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 9. 2017-2018 نجيبها بس 23 مشاركة، سجل هدف وصنع 8. ده علي معلول الأرقام دي، تمام؟
نيجي بعد كده ل 2018 2019 لعب 36 ماتش سجل 10 وصنع 10. ده يعتبر تاني اعلى موسم لمعلول اللي هو 2018 2019. 2019 2020 35 مشاركه سجل 8 اهداف وصنع 9. الموسم 2020 اللي هو بتاع القضيه 34 مشاركه عمل 15 اسيست و6 اهداف. الموسم اللي فات الماضي لعب 40 مشاركه 9 اهداف و7 اسيست. السنه دي بقى اكتر موسم لعب فيه ماتشات علي معلول. أيوة. لعب 44 مباراه سجل اكتر موسم سجل فيه اهداف السنه دي علي معلول 10 اهداف واكتر موسم صنع فيه اهداف 16 اسيست. فده دي السنه السابعه وبنقول له ان شاء الله كل سنه وهو طيب وان شاء الله يعني معلول ان شاء الله يعتزل في الاهلي باذن الله. امام عاشور طبعا صفقه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي هيمد النادي الاهلي. انت كولر بيلعب بال 4 3 3 فانت محتاج دايما واحد بكواليتي مختلف في اللي هو المركز 8 احسن بوكس تو بوكس في مصر. امام عاشور عنده ميزه التسديد عنده ميزه التحرك بين الخطوط عنده ميزه كلاعب حر. يعني ايه لاعب حر؟ ان هو الرجل الثالث اللي هو بيتحرك مثلا في جبهه معلول وجبهه حسين الشحات اعتقد ان هو هيعمل معاهم جبهه قويه. لعيب جوكر لعيب دولي عنده شخصيه المنتخب لعيب نجح في كل التجارب اللي لعب فيها حرس الحدود الزمالك حتى لما احترف فتره صغيره قدر ان هو يسجل ويروح هيديك حل التسديد من مسافات لعيب كورته حلوه. نتمنى ان شاء الله ان هو يدخل معانا في الاجواء سريعا. اهم حاجه بقى الفتره الجايه امام محتاجين ان هو ان شاء الله يركز في الملعب بس ده المهم وان انت تثبت ان شاء الله ان انت هو عنده شخصيه النادي الاهلي ولعيب كبير وعنده شخصيه منتخب مصر برضه. فانت كلاعب دولي محتاج بقى الفتره الجايه تركز في الملعب تخلص البرنامج التاهيلي بسرعه عشان ان شاء الله تبدا مع بدايه الموسم الجديد باذن الله مع النادي الاهلي. يا مسهل يا رب ان شاء الله ربنا يكرمه لانه الفتره القادمه هي فتره صعبه جدا على النادي الاهلي في عدد المباريات ابتداء من 1/9 ماتش السوبر الافريقي لغايه بقى لما لغايه ما شاء الله يعني نشوف اللي هيحصل ايه في هذه الامور. فنتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بشكرك شكرا جزيلا يا احمد. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره مباراه الاهلي والمصري اخر مباراه في الدوري العام المصري للنادي الاهلي هذا الموسم. مباراة الساعة 8:30 في تمام الساعة 6:30 هتكون مع حضراتكم أو هيكون مع حضراتكم كابتن أيمن شوقي في الاستوديو التحليلي لنقل كل الأحداث ما قبل مباراة النادي الأهلي والمصري. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله أشوف حضراتكم بقى على يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.